اخر حاجه بنبقى لنا في الانفكشن، وقلت لكم انه كل اللونج انفكشن اللي اتكلمنا عنها مواضيع ميجور في الانفكشوس ديزيز، اكتر من سؤال سواء في جزء اليورلد الخاص بالبلمونولوجي او حتى في الجزء بتاع الانفكشوس ديزيز. التي بي بنتكلم عن مايكرو اورجانيزم اسمه مايكوباكتيريوم تبركلوزس. المايكوباكتيريوم تبركلوزس ده المفروض ان كلنا عارفين انه من ضمن المايكرو اورجانيزم اللي كنا بنقول عليها ستريبت ايروب اوبليجيت ايروب. المود اوف ترانسميشن من خلال ريسبيراتوري دروبلت. في مصر زبورد هتلاقي بدايه الكلام في التي بي انه بيعتبروا في اليو اس ان هي من اقل الدول سواء انسيدنس او بريفالنس للتي بي، والتي بي انفكشن في اليو اس بيعتبروه ان هو كومن في جروبس معينه بيقول عليها هاي ريسك جروبس. وتلاقي ان اغلب الاسئله بتاعت التي بي دايما او اغلب الكسره هتحلها على التي بي دايما يقول لك ايميجرانت. عندنا جروبس بنقول عليها هاي ريسك جروبس، دول اللي في اليو اس بيحصل فيهم انفكشن للتي بي، زي الايميجرانت، زي الالكوهوليكس، زي احنا كدكتورز هيلث كير وركرز، لان في كونتاكت. انت لو انت شغال في اي سي يو بيبقى في كونتاكت مع بيشنت ويكون عنده اوبن بالمونري تي بي، سهل جدا ان ممكن يتنقل لك الانفكشن. من ضمن الهاي ريسك جروب هم البريزنرز، الشخص اللي هو الهومليس، دول بيقول عليهم هاي ريسك جروب. قبل ما اخش في البرزنتيشن والدياجنوزس والتريتمنت، عايز اديك فكره عن شويه كلام مايكرو ستيب 1 لازم تبقى عارفه علشان تفهم البرزنتيشن والدياجنوزس والتريتمنت. انه اي كيس هتجيلنا في ستيب 2 بتتكلم عن بالمونري تي بي، لان احنا بنشرح هنا التي بي في بالمونري، وخد بالك ان التي بي ممكن يديسمينيت وبيعمل حاجه اسمها بيعمل بكتيريميا وبنقول عليها ميلر تي بي. التي بي ده مش هيسيبنا في اي برانش في الانترنال ميديسن او في الاذر سبيشاليتيز، هنتكلم عن تي بي كتير لانه بيعمل ميلر تي بي وممكن انفولف ميني تيشوز اند اورجانز. لكن هنا بس هنركز على البلمونري تي بي، بس هديك برضو فكره مراحل الانفكشن بالتي بي، البرايمري تي بي، السكندري تي بي، والميلر تي بي، علشان الناس اللي نسيت مايكرو او ما عندهاش فكره عن الانفكشن ويز تي بي. قلنا ان بدايه الانفكشن من خلال ريسبيراتوري دروبلت، حصل انهيليشن بريسبيراتوري دروبلت وحصل انفكشن. احنا عندنا في التي بي، خد بالك الكلام ده بس حاول تفهمه، ما مش هتلاقيه في البي دي اف وما هوش اللي هتسال عليه في ستيب 2، ده بتسال في ستيب 1. اللي هيتسال في ستيب 2 ده اللي هركز عليه بعد ما اشرح المقدمه دي، مقدمه مايكرو. برايمري تي بي وسكندري تي بي، شخص حصل له انفكشن فيرست كونتاكت ويز تي بي باسيلاي اللي اسمها بالمونري تبركلوزس. البرايمري تي بي من خلال الريسبيراتوري دروبلت يحصل له انهاليشن، يوصل لغايه الماكروفيجز اللي موجوده في اللنج اللي اسمها الفيولر ماكروفيجز. مشكله التي بي انه لو وصل هنا في اللنج تيجي الماكروفيجز اللي بنسميها الفيولر ماكروفيجز، ادي تي بي عملت له فاجوسايتوزس. اما تعمل له فاجوسايتوزس يبقى موجود جوه التي بي في صوره حاجه اسمها فاجوزوم، بقى موجود دلوقتي جوه الماكروفيجز في صوره حاجه اسمها فاجوزوم. البكتيريا بقى موجود في البكتيريا وفي الماكروفيجز احد طرق الانتراسيلولار كيلينج جوه الماكروفيجز، حاجه بنقول عليها هيدروليتيك انزيم لايزوزومز، حاجه اسمها لايزوزومز موجود جواها هيدروليتيك انزيم. المفروض بعد كده الفاجوزوم ده يحصل له فيوجن مع اللايزوزوم ده، وبعد كده يعمل ريليز للهيدروليتيك انزيم ويعمل فاجوسيتوزس للمايكوباكتيريوم تبركلوزس. مشكله المايكوباكتيريوم تبركلوزس ان عنده ميكانيزم يقدر من خلاله يمنع الفيوجن اوف فاجوزوم لايزوزوم، وبالتالي يقدر يحصل له انترا سيلولار جروس جوه السل. اما الاميون سيستم بتاعنا يلاقي، خد بالك الكلام اللي انا بشرحه ده ده اللي ده ستيب 1 وده مايكرو ستيب 1، بس هيساعدك كتير في فهم حاجات هشرحها في ستيب 2 وهتفهم اهميه الكلام ده دلوقتي اما اشرح.
اما الاميون سيستم بتاعك يلاقي ان ان المايكرو اورجانيزم ده عنده ميكانيزم من خلال يعمل ايفيشن للاميون سيستم من خلال انه يمنع الفيوجن اوف فاجوزوم اند لايزوزوم اللي هو عليه فاجولايزوزوم فيوجن، تيجي التي هيلبر سيلز تطلع حاجه اسمها انترفيرون جاما. الانترفيرون جاما ده يروح لمين؟ للماكروفيجز، ويزود الاكتيفيشن اوف ماكروفيجز، وبعد كده الماكروفيجز تطلع حاجه اسمها انترلوكين 12. الانترلوكين 12 ده تخلي مور تي هيلبر تتحول الى تي هيلبر 1. الاثنين يقعدوا يغنوا على بعض سواء التي هيلبر او الماكروفيجز علشان يزودوا الاكتيفيشن اوف ماكروفيجز، علشان تقدر على المايكرو اورجانيزم ده اللي اسمه تي بي اللي عنده القدره انه يحصل له جروس انترا سيلولر. وفي النهايه اما يلاقي فيه مشكله في انه يعمل له كيلينج، الاميون سيستم السيل ميديتد اميون سيستم بتاعك يلاقي نفسه مضطر انه يستخدم ميكانيزم بيقول عليه جرانيلوما فورميشن. جرانيلوما فورميشن ان بتيجي الماكروفيجز وتعمل اسمها ابسيليويد ماكروفيجز، لان لما بنيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب بتبقى شبه الابسيليال سيلز فبنقول عليها ابسيليويد ماكروفيجز، معها مالتي نيوكليتد جاينت سيلز مع بلازما سيلز واعمله جرانيلوما فورميشن. في بدايه الكلام خالص قلت لك ان التي بي ده استريكت ايروب مايكرو اورجانيزم محتاج الى اكسجين فور ليفنج. فانت من خلال الجرانيلوما فورميشن ده الميكانيزم اللي من خلاله الاميون سيستم بتاعك عمل الجرانيلوما فورميشن ده كانه بيبني دار، بيعمل وول، يعمل وولينج اوف لي المايكرو اورجانيزم اللي محبوس جوه ده. قال له احنا مش قادرين نعمل لك كيلينج وعندك ميكانيزم من خلاله تيفيد الايمون سيستم، طب انا هبني حواليك جدار وامنع ان يوصل لك اي نوترينت او اكسجين. الكلام اللي انا قلته ده هقف بس عند حاجه بس هنتكلم عنها بقى في السيب 2 اما اجي اقول لك في الدايجنوزس البيست انيشال هو شيست اكس راي، وبنلاقي فيه كافيتري ليجن وممكن تشوف كافيتري ليجن وممكن تشوف كالسيفايد نيدولز. ايه سبب الكافيتري ليجن والكالسيفايد نيدولز اللي بنشوفها اصلا في الاكس راي بتاع التي بي؟ واللي بالمناسبه اما اجي اشرح الفانجل انفكشن اقول لك ان السيستميك فانجل انفكشن اللي بتنفكت اللنج كان ميمك التي بي. الفانجل انفكشن اللي بتنفكت اللنج ممكن تبص على شيست اكس راي بتاعها هتلاقي كافيتري ليجن، ممكن تشوف كافيتري ليجن، ممكن تشوف كالسيفايد بالمونري نيودولز. بس لما اجي اعمل سبيوتم ستين اسيد فاست ستين للشخص اللي عنده فانجل انفكشن ده مش هشوف اسيد فاست بس الليله هو انفكتد بالتي بي، لكن كشيست اكس راي فايندينج كان ميمك التي بي. طيب تميمك التي بي ازاي بقى؟ ايه قصه الكافيتري ليجن؟ انه بعد ما كونت الجرانيلوما دي الجزء اللي في النص ده ما عادش بيوصل له اكسجين ولا نيوتريانت فبيحصل له نيكروزس. بالنسبه للتي بي نوع النيكروزس اسمه كازييتنج نيكروزس او بنقول عليها كازييتنج جرانيلوما، ودي حاجه مميزه للتي بي. الجزء اللي حصل فيه نيكروزس ده كلام برضو ستيب 1 جنرال باثولوجي، بيجي بعد كده كالسيوم واعمل له كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن دي هي سبب الكالسيفايد نيدولز اللي بتشوفها في الشيست اكس راي بتاع البيشنت اللي عنده بالمونري تي بي. النكروزس والجرانيولوما اللي بتتكون في التي بي دي ترجع تسيب بعد كده مكانها كافيتيشن. اهو ده سبب الكافيتري ليجن، ده سبب الكافيتري ليجن دي وجايبها لك من الورد اللي بتشوفها في البيشنت اللي عنده بالمونري تي بي. فده كلام ستيب 1 ساعدك في فهم الحاجات او فايندينج هتشوفها في ستيب 2. فهمنا قصه الجرانيلوما، كنا بنتكلم عن البالمونري تي بي. بعمل البالمونري تي بي ده البرايمري انفكشن ده معلومه ستيب 1 يقول لك ان البرايمري انفكشن بتبتدي في اللور لوب، بتعمل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في البرايمري تي بي انفكشن ده بعمل حاجه اسمها بون فوكس، بالاضافه ان بي انفولف الريجنال ليمف نود الهايلر ليمف نود الريجنال ليمف نود و مع الليمفادينو الجون فوكس مع الليمفادينوبسي ده عليه الاثنين مع بعض عليهم جون كومبلكس. اهو ده الباثولوجي اللي بيحصل في البرايمري تي بي. بس عايزين نعرف بقى الاوت كم اوف ذس برايمري تي بي. قال لك بنسبه 90% 90% من البرايمري تي بي، وال 90% دي بنرجع نقسمها ل 45% و45% ان 45%
من ال 90% دول في البرايمري تي بي، الميكانيزم اللي انا شرحته من شويه ده هيقدر يعمل ايراديكيشن للمايكرو اورجانيزم. اما ال 45% الباقيين انت عملت الدور حوالين التي بي، قل الجروس اوف تي بي لكن فاضل دورمنت، موجود لسه دورمنت، نقول عليه ليتنت تي بي، يفضل من ينتظر الفرصه ان الشخص ده ال 45% دول ينتظر الفرصه ان الاميون سيستم بتاعهم يضعف، واتفر بقى الكوز، جاله كانسر وبياخد كيمو ثيرابي، عنده اورجان بيعمل اورجان ترانسبلانتيشن واخد اميون سبريسيف اتش اي بي، بياخد هاي دوز اوف كورتيكوسترويد، واتفر بقى الكوز ده ادى ان يحصل ري اكتيفيشن للاشخاص اللي عندهم ليتنت تي بي ده، وده اللي هنتكلم عنه في السكندري تي بي، نحصل ري اكتيفيشن للليتنت تي بي. طيب انت قلت 90%، طب ال 10% التانيين دول هيحصل ايه؟ قال لك ال 10% دول لو الشخص اللي جاله برايمري تي بي وكان اميونو كومبرومايزد او مال نورشت، ممكن من البدايه كده من الاول ال 10% دول يجي لهم اكتف بالمونري تي بي، اكتف بالمونري تي بي، وممكن حتى يدسمينيت ويوصل للبلد ويعمل بكتيريميا. الميلاري تي بي ممكن تشوفه مع برايمري تي بي، وممكن تشوفه مع بيشنت حصل له ري اكتيفيشن ليتنت تي بي، تشوف البكتيريميا والميلاري تي بي مع الاثنين. طب ما يعمل بكتيريميا ممكن زي ما انت شايف كده تقريبا معظم التشوز في الاورجن، بون بعمل بوتس ديزيز، الفرتبري واعمل بوتس ديزيز، منينجيز واعمل منينجايتس، السبلين، الليفر، الادرينال جلاند، الجوينت اند لونج بونز، يعمل ميلاري تي بي ويبدا الديسمينيت بعد ما يحصل بكتيريا. بس ده في 10%، المفروض 90% 45% الاميون سيستم بتاعك بيقدر يعمل ايراديكيشن مايكرو اورجانيزم، 45% بيفضل ليتنت، و10% فقط لو في اميون كومبرومايزد او مال نورش بيشنت ممكن يعمل اكتيف تي بي مع اكسترا بالمونيا مانفستيشن لو حصل بكتيريا وحصل ميلاري تي بي. طب ايه قصه السكندري تي بي؟ قالك السكندري تي بي هو بيشنت كان عنده ليتنت تي بي وحصل له سكندري ري اكتيفيشن، او حصل له ري اكتيفيشن نتيجه انه الاميون سيستم بقى كومبرومايز بالكيسز اللي انا شرحتها لك دي، ويحصل بقى بعد كده ري اكتيفيشن للتي بي. معلومه بس هقولها لك دلوقتي هتساعدنا برضو في ستيب 2، المعلومه دي من ستيب 1 مايكرو، انه اما بحصل ري اكتيفيشن للتي بي عنده سترونج بريدكشن لللانج ايبكس، وبسألهم في ستيب 1 ايش معنى اللونج ايبكس؟ لان قلت ان تي بي اوبليجيت ستريبت ايروبيك مايكرو اورجانيزم، ومعلومه من الباثولوجي بتاع ستيب 1 اللونج ايبكس دي اللي فيها الهايست اوكسجين تنشن، فكان المايكوبكتيريوم تريبكلوز اللي هو ستريبت ايروب اما كان محوط حواليه الوول ده اللي اسمه جرانيلوما، كان مخنوق، حاجه خنقاه منعه ان يوصل الاكسجين للميكوبكتيريوم تبركلوز. وانس ان يحصل ري اكتيفيشن ويلاقي الفرصه انه يعمل بريك في الجرانيلوما دي، هيهرب على مين؟ هيهرب على اكتر حته فيها اكسجين تنشن، الهايست اكسجين تنشن. مين الهايست اكسجين تنشن؟ هي اللنج ايبكس. وبالتالي الصوره دي اللي موجوده في الشست اكس راي دي بيقول لك في ايبيكال كافيتري ليجن ويأفكت الايبكس في حالات الري اكتيفيشن اوف تي بي. ايه السبب انه بيأفكت الايبكس؟ لان دي اللي فيها الهايست اوكسجين تنشن. يبقى احنا كسبتو بنشرح دلوقتي بالمونري تي بي، ممكن يكون ده برايمري تي بي اكتيف تي بي، وده بيحصل في 10% من الكيسز، او هو كان عنده ليتنت تي بي وحصل ري اكتيفيشن نتيجه ان حصل ويننج للميون سيستم بتاعه. ده فكره عن المايكرو بتاع الميكوبكتيريوم تبركلوزس. بس برضو اخر حاجه مايكرو، ان الميكوبكتيريوم تبركلوزس ده لو عملت له سيننج بالجرام ستين، احنا بنقسم في البكتيرولوجي البكتيريا الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف على حسب ستين اسمها جرام ستيننج.
المايكوبكتيريوم تيوبركلوز ده لما تعمل له جرام سكريننج هتلاقي المايكوبكتيريوم تيوبركلوز صعب ان انت تعمل له جرام سكريننج، ولو حصل له سكريننج بقى ويكلي ستيند بالجرام ستين. ليه؟ لان السيل وول بتاعه مختلف عن بقيه المايكرو اورجانيزم، بيكون فيه او ريتش ان ليبيد، الليبيد ده بنقول عليه مايكوليك اسيد، ولانه ريتش ان ليبيد فقدرنا نستخدم استين اسمها زل نيلسن استين، او ليها اسم تاني اسمها اسيد فاست استين. لو انت في ستيب 1 هشرح لك يعني ايه اسيد فاست استين، ما يلزمكش في ستيب 2. اسيد فاست استين دي اللي بنستخدمها في الدياجنوزس او مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس وبعض المايكرو اورجانيزم اللي بتكون فيها في خاصيه الاسيد فاستنس بسبب انها ريتش، السيل وول بتاعها ريتش ان مايكوليك اسيد. فلما اجي اقول لك ان بناخد سبيوتم استين and culture، الستين هنا مش هعمله بالجرام ستيننج، امال هعمله بالستين سبيسيفيك للمايكوبكتيريوم تيوبركلوزس اسمها زل نيلسن ستين، اسيد فاست ستين زل نيلسن ستين. والاسيد فاست ستين او زل نيلسن ستين بالنسبه للمايكوبكتيريوم تيوبركلوزس بنعتبرها سبيسيفيك، لكن للاسف ما نقدرش نعتمد عليها في حته السنسيتيفيتي. وطبعا انا شرحت لكم في البلمونري امبوليزم يعني ايه سنسيتيف ويعني ايه سبيسيفيك، بمعنى ان انا لو عملت الاسيد فاستين للسبيوتم بتاع الشخص اللي انا عنده ميكوبكتيريوم تيوبركلوز هقول ان عنده تي بي، عنده اكتيف تي بي، انا لقيت في السبيوتم الاسيد فاستين. لكن لو طلعت نيجاتيف تيجي تقرا الاكسبلينشن بتاعت الاول في السيب 2 سي، يقول لك ان الاسيد فاستين سبيوتم ستيننج علشان تقول او تستخدمها في بيشنت انت شاكك ان عنده تي بي وتطلع نيجاتيف، محتاج تعمل السبيوتم ستين ده 3 تايمز عشان توصل بس للسنسيتيفيتي 90%. هتحتاج تعملها 3 مرات علشان توصل للسنسيتيفيتي 90% لانها سبيسيفيك بس لس سنسيتيف. فعلشان تاكسكلود بالجرام ستين بالاسيد فاست ستين بيشنت عنده تي بي هتحتاج تعملها 3 مرات عشان بس توصل للسنسيتيفيتي 90%. طيب الحاجه برضو اللي تعتبر مايكرو هنقولها في وسط الكلام، الكالتشر بتاع مايكوبكتيريوم تيوبركلوز. مشكلتي في المايكوبكتيريوم تيوبركلوز في الكالتشر بتاعته المعلومه مايكرو انه سلولي جروينج مايكرو اورجانيزم، ولانه سلولي جروينج مايكرو اورجانيزم يعني تلاقيها مثلا موجوده في الاكسبلينشن بتاعت الاول بيقول لك من 4 إلى 8 أسابيع. قلت لك دايما الكالتشر، دايما الكالتشر انت محتاجها وهتساعدك، بس مشكلتها انها ما بتساعدكش وقت الدايجنوزس، وقت وما بتساعدكش عند وقت الانيشيشن اوف تريتمنت، لكن هتحتاجها بعد كده لانها تايم كونسيومنج، لانها بتاخد وقت، هتحتاجها بعد كده بالذات في ان انت تعمل تيستينج للسنسيتيفيتي. بمعنى اما اجي اتكلم على المانجمنت والتريتمنت للبيشنت عنده اكتيف تي بي هندي كل الانتي تيوبركلر دراجز، الفور انتي تيوبركلر دراجز اللي هنتكلم عنهم هتديهم لمده شهرين لغايه اما تطلع الكالتشر دي، لغايه اما تطلع نتيجه الكالتشر دي تقول لي ان البيشنت التي بي للمايكوبكتيريوم تيوبركلوز اللي عند الشخص ده سنسيتيف. ارجع اوقف 2 من الـ4 دول، الـ2 من الـ4 دول هوقفهم واثنين هكمل بيهم لمدة 4 شهور. يعني معلومة قبل ما نتكلم عنها هو في المانجمنت عرفتها دلوقتي ان البيشنت عنده اكتيف تي بي الروتين تريتمنت بتاعه 6 شهور. اول شهرين ببتدي باول 4. ليه؟ لان لسه هعمل كالتشر والكالتشر دي هتتأخر عقبال ما تديني ريزلت وتقول لي ان المايكوبكتيريوم تيوبركلوز ده سنسيتيف مايكرو اورجانيزم. فببتدي وانا او بامن نفسي ان انا ببتدي بكل الانتي تيوبركلوز دراجز الـ4. تطلع الريزلت تقول لي سنسيتيف، هوقف 2 وهكمل ب2 لمده 4 شهور، 2 و4 6 شهور. ده الجزء بتاع المايكرو من ستيب 1 اللي هيسهل لنا كتير دلوقتي اما نيجي نشرح المايكوبكتيريوم تيوبركلوز. السطر ده بيوضح لك البيشنت اللي هم ات ريسك ان لو عندهم ليتنت تي بي يحصل ري اكتيفيشن للتي بي
organ transplantation وبياخد immunosuppressive, steroid use, leukemia, lymphoma, HIV. دول الـ high risk group إن لو عندهم latent TB يحصل reactivation للـ TB. طيب الكيس بتاع البلمونري تي بي هشخص ازاي في الكيس؟ بيبقى عندنا constitutional symptoms بنشوفها في البيشنت اللي عنده تي بي بلمونري تي بي كلنا المفروض نكون عارفينها, كف, سبيوتم, فيفر, ويت لوس, نايت سويت تقريبا في اغلب الكيسز. وقلت لك ان اغلب الكيسز هتلاقي كلمه immigrant جاي بشيك من كف, سبيوتم, فيفر, ويت لوس, نايت سويت بسبب constitutional symptoms اللي بشوفها في البلمونري تي بي. قلنا سواء برايمري العشرة في المية اللي اتكلمنا عنهم أو secondary حصل reactivation, ممكن في كلا الاثنين لو حصل بكتيريميا يشوف ميلر تي بي وينفولف ويبقى فيه extra pulmonary symptoms. ده الكلام الموجود عندك هنا. لكن هنا بنتكلم عن البلمونري تي بي immigrant عنده cough, sputum, fever, weight loss, night sweat. دي symptoms أو presentation اللي هيجيلك منها انه عنده تي بي. طيب بالنسبه للدياجنوزس البيست انيشال هو الاكس راي. الاكس راي هشوف ايه؟ ممكن تشوف هنا كافيتري ليجن, كافيتري لانج, كافيتري ليجن موجوده في الايبكس اوف لانج, وعرفنا سبب كافيتري ليجن. ممكن اشوف كالسيفايد نيدولز وعرفنا ايه سبب كالسيفايد نيدولز. ده بالنسبه للبيست انيشال تيست. وهنا بيوضح لك ليه الابكس اوف زلانج في حالات الري اكتيفيشن لان فيها الهاي اوكسجين تنشن والميكوبكتيريوم تيوبروز ده استيركت ايروب. لكن هل من الشست اكس راي, انا قلت البس انيشال هو الشست اكس راي, هل الشست اكس راي اللي قدامي دي اقدر احلف ان البيشنت ده عنده تي بي؟ انت لسه قايل من شويه احنا بنيجي نتكلم عن سيستميك فانجل انفكشن اللي من خلال سبور انهيليشن بتافكت, ممكن تافكت اللنج والسيمبتومز بتاعتها كان ميمك التي بي. برضه ممكن اشوف كافيتري ليشن واشوف كالسيفايد نيدولز واشوف ريسبيراتوري سيمبتومز زي اللي انا اتكلمت عنها في البرزنتيشن فكان ميمك التي بي. هل اقدر اقول ان البيشنت ده عنده بالمونري تي بي؟ طبعا برضه لا, لكن انا بتكلم عن البيست انيشال. طيب اشخصه ازاي ان هو بقى عنده ان هو عنده تي بي؟ السبيوتم, عند سبيوتم ستين وكالتشر. قلت لك معلومة عن الستين ومعلومة عن الكالتشر ودول أهم معلومات محتاج تعرفها عن السبيوتم ستين. إنه في السبيوتم ستين ما بيستخدمش الكلاسيك جرام ستينينج, وعرفنا ليه, بنستخدم أسيد فاست ستين. والكالتشر بتكون من المايكرو أورجانيزم اللي الجروس بتاعها سلو مايكرو أورجانيزم, ممكن ياخد من 4 لـ 8 أسابيع. فأنا هجيب السبيوتم واعمل له اكزامينيشن بالاسيد فاست بس اللايستين زين نيلسون ستين. لو طلع بوزيتيف خلاص ابدا عالجه على انه تي بي. انت عايز ايه اكتر من كده علشان تقول ان ده بيشنت عنده اكتيف بالمر تي بي؟ لكن في النيجاتيف مشكلته انه عنده لو سنسيتيفيتي الاسيد فاست ستين سبيوتم ستينينج عنده لو سنسيتيفيتي. انت محتاج تكرر الستين 3 مرات, محتاج ان يكون عندك 3 نيجاتيف سميرز عشان بس توصل للسنسيفتي 90 اكتر من 90%. لكن وانس ان طلعتها بوزيتيف ابتدي تريتمنت فور تي بي. طيب بالنسبه للكالتشر, الكالتشر هي الموست سبيسيفيك تيست, بس مشكله الكالتشر ان كل ما احتاجها ما لقاهاش في الوقت اللي انا محتاجها, سواء ان انا اشخص او ان انا انيشيت الثيرابي على اساس السنسيتيفيتي بتاعه المايكرو اورجانيزم. لكن هتفيدك بعد كده. قلت لك انت ما بتبتدي تريتمنت بتبتدي بكل الانتي تبركل دراجز, الفور انتي تبركل دراجز اللي اتكلمنا عنهم في محاضره الانتي ميكروبيلز. لكن اما تجي لك السنسيتيفيتي ريزلت وتقول لك ان ده سنسيف تي بي, هتوقف 2 وتكمل بالاثنين التانيين 4 شهور. يعني المحصله هتجي تريتمنت للاكتيف تي بي لمده 6 شهور ما عدا اكسبشنز هنشرحها دلوقتي. هنقول بعضها بياخد سنه وبعضها بياخد 9 شهور. طيب موجود بقى عندي هنا في النص شويه كلام انه بيقول لك ان احنا قلنا هنا على السبيوتم ستين انه عندها لو سنسيتيفيتي, محتاج ان انا اكرر السبيوتم ستين 3 مرات علشان اوصل للسنسيتيفيتي اكتر من 90%. قال لك لو بتتكلم بقى عن الموست سنسيتيف
وده حاجه بس لمجرد معلومه تبقى عارفها بغرض امتحاني وما شفتش عليه اسئله في الكويشن بانك. انا لما اقول لك ان لما اجي اقارن الاسيد فوسفاتستينينج للسبيوتم بان انا اعمل بلورال بايوبسي من حيث السنسيتيفيتي، فطبعا البلورال بايوبسي مور سنسيتيف. مجرد ان انت تاخد بايوبسي بس، هروح ادور على ايه؟ هتروح تدور على كازييتنج جرانولوما اللي شرحته لك من شويه. ده بيوصل لوحده بس ان انت تعمل بلورال بايوبسي 75% سنسيتيفيتي. فدي معلومه بس تبقى عارفها، لكن مش معنى البلورال بايوبسي 75% سنسيتيفيتي ان اي بيشنت اعمل له بلورال بايوبسي. ده دي حاجه انفيسيف، وفي حين ان انا مجرد هقرر السبوتوم سيلينج 3 مرات انا وصلت للسنسيتيفيتي اكتر من 90%. بس مجرد بس تبقى معلومه في دماغك انه المور سنسيتيف عن السبوتوم ستيم هو البلورال بايوبسي 75% سنسيتيفيتي. وبدور على ايه؟ بدور على كاسيتنج جرانولوما. لكن ده مش معناه ان روتين في الدايجنوزس ان انا اعمل البيشنت انفيسيف بروسيجر زي البلورال بايوبسي. يبقى الشست اكس راي هو البيست انيشال. هشوف ايه؟ هشوف حاجات بنشوفها كاركترستيك او بنشوفها مع البالمونري تي بي، بس في حاجات تانية ممكن تجيلي بنفس البرزنتيشن دي، فبالتالي محتاج حاجه تكونفيرم ان ده تي بي. عندي السبيوتوم ستين وكالتشر. الكالتشر هي الموست سبيسيفيك، هي الموست سبيسيفيك، لكن الستين برضو تقول لي البيشنت ده عنده تي بي، ان انا اشوف اسيد بس في سلاي، بس اللاي في السبيوتوم ستين. لكن المور سبيسيفيك هي الكالتشر، بس مشكله الكالتشر هتقعد شهر او اكتر علشان تطلع لي الريزلت. لو نيجاتيف محتاج الى 3 سمير علشان اوصل للسنسيتيفيتي اكتر من 90%. ده بالنسبه للدايجنوز. الاسئله اكتر في كويشن بانك على التريتمنت، بالذات السايد افكت بتاعت التي بي. التريتمنت اوف تي بي، اما كنت بشرح لك الجزء بتاع الانتي ميكروبلز ده، قلت لك ان احنا عندنا في الانتي توبيركلر دراجز ريست ان بيس اسامبيتول. مش عارف نختبر بعد كده اسال على السايد افكت وانتوا اللي تجاوبوا، ولا هتكونوا ناسيين؟ طيب افكركم اصلا ريست ان بيس دي ايه عشان الناس اللي ممكن تكون نسيت. الار دي اللي هي كانت مين؟ الريفامبن. الاي ده الايزونايزد. البي بايرازيناميد. بنستخدم الفور انتي توبركلر دراجز دول كانيشال تريتمنت البيشنت اللي عنده اكتيف تي بي. افضل نكمل بيهم لمده قد ايه؟ لشهرين. طلع لي نتيجه الكالتشر وقالت لي ان المايكرو اورجانيزم ده سنسيتيف، هوقف 2. بوقف مين؟ بوقف الاثنين الاخرى دول، البايرازيناميد والايسامبيتول، واكمل بالريفامبين والايزونايزد. لمده كام؟ لمده 4 شهور. يعني في المحصله الروتين تريتمنت اوف اكتيف تي بي قد ايه؟ 6 شهور. هل الديوريشن دي ممكن تختلف؟ قال لك اه. البيشنت اللي عنده مننجيال تي بي او تي بي مننجايتس، ده هتحتاج تكمل التريتمنت لمده سنه. البيشنت اللي عندها تي بي وهي بريجننسي، ده 9 شهور. يبقى الروتين، وده اللي يهمني، يعني ما شفتش اصلا، ما فيش اسئله اصلا في الورد على الاكسبشن بتاعت الست شهور دي، بس اعرفها انه اللي عنده تي بي مننجايتس واللي عندها واللي جالها تي بي وهي بريجننت، قال لك ده 10 شهور، سوري ده سنه 1 يير او 12 شهر وده 9 شهور. كونتاكت بيرسون تو بيرسون كونتاكت من خلال من خلال الانهيليشن فقط يا دكتور. دكتور محمد، في معلومه هنا موجوده في كابلان
انه قال لك انه كان جات فتره كده قالوا لك ان البيش حط من ضمن الاكسبشن البيشنت اللي عنده اتش اي في نخليها بدل 6 شهور الى 9 شهور. بس لما جينا نجرب الكلام ده جربنا الكلام ده فتره ولقينا ان ما فرقتش كتير في الاوتكم سواء 6 شهور او 9 شهور. تعالى بقى لبسالف كوشن بانك السايد افكت. بص يا سيدي هنبتدي باشهرهم في كوشن بانك الايسونايزد اشهر واحد. احنا دائما بنوقف الكالتشر شو استفدنا؟ لان لو طلع ريزيستنت يا دكتور مهند لو طلع ريزيستنت مش هتوقف الاثنين. الفكره كلها ان انا اطمن ان المايكرو اورجانيزم ده سنسيتيف اوقف اثنين واكمل بالاثنين. طب افرض الكالتشر طلعت ان البيشن ان المايكرو اورجانيزم ده اثنين من اللي انا هكمل بيهم هو ريزيستنت ليهم يبقى فقدت واحد منهم وبالتالي هستخدم واحد من الاثنين اللي انا كنت اوقفهم. هو بس يطمني ان المايكوبكتيريوم تيوبروس ده سنسيتيف. تعال للسايد افكت الايزونايزد. الايزونايزد ده اشهر واحد فيهم في كويشن باك اوف سايد افكت. عليه سؤالين في الوورد على السايد افكت بالظبط زي ما دكتوره نور ودكتور يزن. الايزونايزد ده بن عليه اي ان اتش والاي ان اتش ده عندنا نمونيك بيقول ان الايزونايزد انجرز الان ده اللي هو النيرونز بيعمل بريفرال نيوروباثي والاتش اللي هو الهيباتوسايتس. ده نمونيك بيفكرك بالتو كيسز على السايد افكت بتاعت الايزونايزد الموجودين في الوورلد. تو كيسز في السايد على السايد افكت بتاعت النيورونز متجمعين في النمونيك ده. ايزونايزد انجرز النيورونز اند هيباتوسايتس. اولا بالنسبه للنيورونز اشهر سؤال على السايد افكت بتاعت المايكوبكتيريوم تيوبروكلوز عموما هو الايزونايزد عن الانتي هيبركال دراجز هو الايزونايزد انديوس بريفرنت نيوروباثي. اول معلومه محتاج ان انت تكون عارفها او تصلحها لو انت فاهمها غلط انه الايزونايزد انديوس بريفرنت نيوروباثي مش بتحصل مع كل البيشنت اللي هتديهم ايزونايزد. هو اصلا بيحصل بريفرنت نيوروباثي ده ازاي؟ بسبب فيتامين بي 6 ديفيشنسي. الفيتامين بي 6 ديفيشنسي دي بتحصل ازاي؟ ان الايزونايزد بيمسك في الاكتيف فورم اوف فيتامين بي 6 ويزود اتس رينال اكسكريشن. لو انت شخص نورمال ما عندكش اني بريدسبوزنج فاكتور سواء ان انت ما انتش مالنورشت ما هيش بريجننسي ما عندهاش اذر كوموربيديتي زي انها تكون دايبيتس عندها دايبيتس ميليتس هيكون عندك ريزرفوار للفيتامين بي 6 يمنع ان انت تجيلك بريفرنت نيوروباثي. لكن لو انت عندك الحاجات دي فانت ات ريسك ان لما يحصل لوس للفيتامين بي 6 تخش في ايزونايزد بريفرال انديوس بريفرال نيوروباثي. وده السبب ان احنا بنعمل سبلمنتيشن بالفيتامين بي 6 عشان نمنع هذا السايد افكت بندي مع الايزونايزد فيتامين بي 6. دي اول معلومه وعليها سؤال في الوورد. طيب تاني معلومه انه لازم تكون عارف ان كل الانتي تيبركلر دراجز دي سواء ريفامبين ايزونايزد بيرازينامايد اسامبتول كلهم هيباتوتوكسيك. بس السؤال في حته الهيباتوتوكسيستي اللي سأل في الوورد برضو سأل على الايزونايزد افكرك انجر النيورونز اند هيباتوسايتس. اما انجر الهيباتوسايتس بيعمل هيباتوتوكسيستي جابلك في الكيس مش انت عنده تي بي اديناله تريتمنت جاي بإليفيتد ليفر انزيم ترانس امينيزس بقت إليفيتد. هو ما مسالكش بقى في الكيس ايه الدراج اللي من اللي احنا اديناها له عملت هذا السايد افكت. لا قال لك هتتعامل ازاي مع الإليفيتد ترانس امينيزس في الايزونايزد. قال لك في الايزونايزد هيباتوكسيستي اغلب الكيسز او غالبا بيكون سيلف ليميتد ومش محتاج
مش محتاج any intervention. without intervention يحصل resolve وترجع الـ elevated enzyme ترجع تاني تبقى normal. فالإجابة كانت في السؤال ده إنه doesn't need any intervention وده هيحصل له self resolve بالنسبة للـ hepatotoxicity اللي بتحصل من الـ isoniazid. دول بالنسبة للـ tussle effect of isoniazid. طيب بالنسبة للـ rifampin، الريفامبين الأول حرف فيه R بعمل Red Orange Discoloration للسكريشن، سواء الصليفة سواء اليورين أو حتى البريجننت للملك بعمل Red Orange Discoloration. فيجي يقول لك بيشنت عن روتبي الدانالو الانتيبيركلا دراجز جايب Red Discoloration للأندروير، وممكن يقول لك حتى الكونتاكت لينسز بتاعته. سببه هو الريفامبين الأول حرف فيه R بعمل Red Orange Discoloration اللي تعتبر Benign Change للريفامبين. طيب بالنسبة للإسامبتول، الإسامبتول الناس اللي حضرت الأنتيميكروبيالز قلت لك إن الإسامبتول ده اقراه سبب البريفرال نيوروبسي هو الديكريس اوف فيتامين بي 6 يا دكتور ياسين. البريفرال نيوروبسي بيحصل بسبب الديكريس اوف فيتامين بي 6، بيحصل ديكريس ازاي؟ ان بيزيد رينال اكسكريشن. بيزيد رينال اكسكريشن ازاي؟ ان الايزونايزيد بيمسك فيتامين بي 6 ويزود اتس رينال اكسكريشن ويحصل بريفرال نيوروبسي. البريفرال نيوروبسي الأوبتيك نيورايتس في الإسامبتول. الأوبتيك نيورايتس دي مش هتشوفها في الكوشن بانك في ستيب 1 وستيب 2 في أنتي توبركل دراج غير في الإسامبتول. وقلت لك في محاضرة الأنتي ميكروبيالز إن الإسامبتول ده بنقراه ونكتبه كده إسامبتول. لما يجيب لك انتي توبركلر دراجز ويقول لك البيشنت بقى يحصل له كولر بلايندنس اوبتيك نيورايتس، فالاجابه هو الايسامبتول. اي سامبتول ده اللي بيعمل اي سايد افكت. تمام. يبقى لنا مين؟ يبقى لنا البايرازينامايد. البايرازينامايد بيعمل هايبر يوروسيميا، والهايبر يوروسيميا اللي بيعملها البايرازينامايد، يعني انا بالنسبه للبايرازينامايد ده مش هو اقل واحد فيهم في كوشن بانك، بس هو بس عليه معلومتين البايرازينامايد دول وما شفتش عليهم اسئله قبل كده في كوشن بانك. بس اعرفهم عن البايرازينامايد ان البايرازينامايد ده بيعمل بناين هايبر يوروسيميا. الحاجه الثانيه انه الانتي توبركل دراجز الوحيد من الانتي توبركل دراج الاربعه اللي ما مش هتدي لي البريجننت، ممنوع في البريجننسي تراتوجينيك. يبقى البايرازينامايد هو عليه معلومتين واقل واحد فيهم في كوشن بانك، بعمل بناين هايبر يوروسيميا. طيب لو ضحك عليك في كوشن بانك وقال لك بيشنت عنده جي بي واداله الانتي توبركل دراجز وجاي دلوقتي جايب لك اللاب بانل بتاعته فيها هايبر يوروسيميا، as long as انه ما عندوش جاوت، ايه هو الجاوت؟ هو سيمتوماتيك هايبر يوروسيميا، احنا ما بنعالجش اسيمتوماتيك هايبر يوروسيميا ولا حتى هتوقف البايرازينامايد. البايرازينامايد اصلا بتديه لمده شهرين وبعد كده هتوقفه. الحاجه الثانيه as long as الهايبر يوروسيميا دي اسيمتوماتيك عادي، ايه المشكله يعني؟ فهو بيعمل بناين هايبر يوروسيميا. الحاجه الثانيه اللي تعرفها عنه انه ده من الاربعه اللي ممنوع تديهم في البريجننسي. طيب لو سالك سؤال ايه هو الرول اوف ستيرويد في بيشنت عنده تي بي، قال لك الرول اوف ستيرويد، ودي هنشرحها في النيورو واحنا بنتكلم على المنجايتس، هنقول ان الرول اوف ستيرويد بالنسبه للتي بي فقط في التي بي منجايتس اند تي بي بيريكارديتس. لو حاب يسألها لك في كوشن بانك هيسألها لك، وأعتقد أن عليها سؤال في الورد بس مسؤول على التي بي مننجيتس. الرول أوف الستيرويد بالنسبة للتي بي إنفكشن فقط في التي بي مننجيتس وكمان مع التي بي بيريكارديتس. عندنا فاكسين للتي بي اسمه بي سي جي فاكسين. البي سي جي فاكسين بالنسبة للـ US not routine، قالك لأنه أصلا الإفكاسي بتاعته
اخرها 50% efficacy. والحاجه الثانيه ان هو المفروض ما بتاخدش غير في الهاي ريسك جروب في الانديميك اريا. يعني مثلا عندنا هنا في مصر التطعيم بتاع الالتهاب السحائي بتاخد عندنا هنا في مصر مثلا في تو جروبس، الميليتري ريكروتس الناس اللي بيخشوا الجيش بيدوهم تطعيمات الصيف، بيدوهم الفاكسين بتاع الالتهاب السحائي، والناس برضو الهيلث كير وركرز يعني ما كنا لسه داخلين امتياز كانت وزارة الصحة عاملة الفاكسين فور فري للناس اللي هم داخلين امتياز، فهو بيتاخد فقط في الهيلث كير جروب، وحتى في اقصى الافكتس بتاعته بتكون فقط افكتف 50%. كده خلصنا التي بي، يتبقى لنا فقط البيشنت اللي انا قلت لك عليه اللي عنده ليتنت تي بي وات ريسك اوف ري اكتيفيشن لو الاميون سيستم بتاعه اميون كومبرومايز. ازاي اشخص بيشنت عنده ليتنت تي بي واما اشخصه ازاي هعالجه؟ مش هي بتختلف، هو يعني وحتى ما هوش روتين في اي بلد غير في الانديميك اريا، وبيدوهم فقط للهاي ريسك جروب. في اليو اس ما هوش روتين، ده اللي الزمنا هنا بالنسبه لليو اس ما هوش روتين، وما بيستخدموهوش حتى الافكاس بتاعته 50% فقط. يبقى انا بس في تي بي حته ازاي اشخص ليتنت تي بي ومشخصه هتعامل معاه ازاي، المانجمنت بتاعته ازاي. الدياجنوستس اوف ليتنت تي بي بنستخدم حاجه اسمها بي بي دي وحاجه اسمها انترفيرون جاما ريليز اسي، بيرفايد بروتين ديريفاتيف وانترفيرون جاما ريليز اسي. البي بي دي ان احنا بنجيب بروتين من المايكرو اورجانيزم نفسه ونعمل لها انجكشن. اول معلومه بنعمل لها انجكشن ازاي؟ انتراديرمال، نعمل لها انتراديرمال انجكشن. قبل اصلا ما اكلمك عن تفاصيل البيوروفايد بروتين ديريفاتيف، هم اصلا مين البيشنت اللي انا بعمل لهم او ان انا اعمل لهم سكريننج فور ليتنت تي بي؟ البيشنت اللي هم ات ريسك او ات هاي اللي بنقول عليهم هاي ريسك جروب في الانديميك اريا، علشان تشوف هل هم عندهم ليتنت تي بي ويقدروا يستفيدوا من اللي كنا بنقول عليه زمان بروفلاكسس اوف ليتنت تي بي، وبقى اتغير اسمها دلوقتي بقى اسمها التريتمنت اوف ليتنت تي بي، و تدور عليهم وتعالجهم كتريتمنت للليتنت تي بي، هم دول البيشنت اللي بتعمل لهم سكريننج هاي ريسك جروب في الانديميك اريا. البيوريفايد بروتين ديريفاتيف ده ان انت بتجيب بروتين ديريفاتيف من المايكرو اورجانيزم نفسه بتحقنه انترا ديرمال وليس سبكوتينس، وبعد ما تحقنه انترا ديرمال هتنتظر يومين الى 3 ايام 48 ساعه او 72 ساعه. بدور على ايه؟ ما بتدورش ان البيشنت يهرش، ما بتدورش على اريسيما، بدور على ايه؟ بدور على انديوريشن. الثريشولد اوف الثريشولد اللي على اساسه بتقيس الدايمتر اوف انديوريشن بيختلف على حسب حاله البيشنت. قبل ما اتكلم عن حته الثريشولد بتاعت الدايمتر اوف انديوريشن، عندي برضو حاجه اسمها اميونوجلوبولين انترفيرون جاما ريليز اسي. الانترفيرون جاما ريليز اسي في بعض المميزات اللي بتتلافى عيوب البي بي دي. اولا هو الناس اللي حضرت من الاول وفهمت جزئيه الاميون سيستم لما بيجي يتعامل مع المايكوبكتيريوم تبركلوزس، وما قلت لك التي هيلبر مع الماكروفيجس يقعدوا يغنوا على بعض بيطلع الانترفيرون جاما، انترفيرون جاما، ودي تطلع الانترلوكين 2 وقعدوا يغنوا على بعض اجينست المايكوبكتيريوم تبركلوزس. فده الانترفيرون جاما ريليز اسي بدور في البلد ان يبقى فيه هنا انجوينج جرانيلوما فورميشن بسبب مايكوبكتيريوم تبركلوزس. ميزتها ان انا بدور هنا في البلد، مش محتاج ان انا اعمل انجكشن للبيشنت، مش محتاج ان انا استنى يومين الى ثلاثه علشان ادور على الريزلت.
الحاجه الثانيه ان البروفايل بروتين ديريفاتيف ده ما بيقدرش يميز ما بين اولد ولا ريسنت ولا حتى بيشنت اديت له فاكسينيشن بالبي سي جي فاكسين. يعني البروفايل بروتين ديريفاتيف ده اما ادور على الانديوريشن ممكن تطلع بص في حتى في البيشنت عنده بي سي جي فاكسينيشن، لكن الانترفيرون جاما ريز اسي مش هيديك بوزيتيف لو البيشنت، هيديك فقط بوزيتيف لو في انفكشن، لو في اكسبوجر للتي بي مش الـ مش الـ مش الفاكسين. طيب بالنسبه بقى للديامتر اوف انديوريشن، حته الديامتر اوف انديوريشن دي بتضايق ناس كتير، انا بشرحها لهم كده في السب 1. احنا هنا ميزه اليو اس ام ال اي انه الامتحان ام سي كيو ما هوش ريتن، ما احناش قاعدين في الكتاب كل حاجه اقعد اذاكرها واسمع لنفسي، ولو غلطت ابدا من اول وجديد اسمع لنفسي من اول وجديد. فحاول تدور على الطرق اللي تسهل لك الحفظ. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا وفعلا في سؤال اتسال عليها، اتسال على الدايمتر اللي هو لو الانديوريشن الدايمتر اكتر من 10 ملي احفظ ازاي ال 5 ملي وال 10 ملي وال 15 ملي. هو اولا ايه السبب ان انا عندي ديفرنت دايمتر لل ديفرنت دايمتر للانديوريشن؟ لان اما اجي ابص على الدايمتر دي هقول ان البيشنت اللي هقول انه عنده بوزيتيف بي بي دي من مجرد انديوريشن اكتر من 5 ملي، هقول لك دول الجروب اللي بيقول عليهم فيري هاي ريسك جروب. لكن البيشنت الدايمتر اوف انديوريشن اكتر من 10 هقول عليهم الهاي ريسك جروب. اما الديامتر اللي اكتر من 15 فهم دول اللي من الاساس should never have been tested in the first place، ما كانش ليها لازمه اصلا او ما فيش عندهم any risk factor تخليك في الاساس ان انت تعملهم testing بالبروفايل بروتين بالبي بي دي البروفايل بروتين ديريفاتيف. فده اللي خليت الثريشولد عندهم اعلى حاجه، ادور على انديوريشن اكتر من 15 ملي عشان تسهل الحفظ على نفسك. طيب مين اللي مسحوم ده؟ مين اللي مسحوم قوي ده اللي اكتر من 10 ملي؟ اعرف امتى استخدم اللي اكتر من 5 واللي اكتر من 15. هو سهلها لك، قال لك هو اللي اكتر من 15 دول هو شخص هيلثي من الاساس، ما هوش انديكيت ان انت تعمل له تيستينج بالبروفايل بروتين ديريفاتيف، فده سهل مش يعني مش محتاج اصلا، ما فيش حاجه موجوده فيه احفظها. فيبقى لي بس اللي احفظه اللي هم الفيري هاي ريسك جروب اللي اضطريت علشان هم فيري هاي ريسك جروب، هتلاقي اغلبهم اميون كومبرومايز اتش اي في بوزيتيف بيشنت، وبيشنت بياخد استيرويد ريوز اور اورجان ترانسبلانتيشن، او شخص كلوز كونتاكت للبيشنت اصلا عنده اكتيف تي بي. دول اضطريت ان انا اقلل الثريشولد او لمجرد ان الانديوريشن يكون اكتر من 5 مللي. ليه؟ لان معلومه ستيب 1 ان اصلا السكن تيست زي الانترا ديرمال انجكشن او بي بي دي ده بدور في الاساس على تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للماتيريال اللي انت عملت لها انجكشن اللي هو هنا بيوريفايد بروتين ديريفاتيف. فايه اخبار السيل ميديتد اميونيتي عند شخص عنده اتش اي في؟ ايه اخبار السيل ميديتد اميونيتي عند شخص بياخد ستيرويد يوز؟ ايه اخبار السيل ميديتد اميونيتي عند بيشنت بيعمل ترانسبلانتيشن وبياخد اميونو سبريسيف؟ فانا مضطر غصب عني ان انا اقلل الثريشولد لمجرد ان يكون اكتر من 5. فطالما دي الزحمه اعرف ده اللي هو الهيلثي بيشنت موش انديكيتد اصلا ان انا اعمل له تيستينج بالبروفايل بروتين ديريفاتيف، والبيشنت ده اللي هم اول اهم واحد فيهم هو الاتش اي في بوزيتيف بيشنت، الستيرويد يوز، اورجان ترانسبلانتيشن، بيشنت عايش مع او كلوز كونتاكت الاكتيف تي بي، والباقي دول اخطر من 10. زي احنا كهيلث كير وركر اما بنيجي نعمل بي بي دي بندور على انديوريشن اخطر من 10 ملي، وتسأل على الهيلث كير وركر دي سؤال، هو ده السؤال اصلا الوحيد اللي اتسأل في البي بي دي في اليو وورلد. فاعرف دي واعرف دي والباقي
في الجروب الزحمة ده. طيب أنا عملت البي بي دي وطلع بوزيتيف، عملت الانترفيرون جاما ريليز اسي وطلع بوزيتيف، كده هل كده اقول على طول ان البيشن ده عنده ليتنت تي بي وابتدي عالجه اللي كنا زمان بنقول عليها بروفلاكسس بقى اسمها دلوقتي تريتمنت، عالجه على اساس ان هو عنده ليتنت تي بي اللي هو بنعالجهم بايزونايزد بي بلس الفيتامين بي 6، وعرفنا ايه فايده الفيتامين بي 6 لمده 9 شهور، يبقى التريتمنت اوف اكتيف تي بي لمده 6 شهور بالاربعه، ابتدي بالاربعه لمده شهرين واكمل اقف اثنين واكمل باثنين لمده 4 شهور، فكانت المده كلها 6 شهور، لكن هنا 9 شهور في التريتمنت اوف ليتنت تي بي بالايزونايزد والفيتامين بي 6. هل البيشنت اللي انا عملت له بي بي دي وامنيون جلومن وانترفيرون جاما ريليز اسي هشخصه على طول ان هو ليتنت تي بي ويدي له ايزونايزد وفيتامين بي 6؟ هذه الغلطه اللي ممكن تقع فيها لو ما ركزتش في الكيس. لا. طيب ليه لا؟ لانه ممكن او قال لك اطمن الاول، قوم اطمن الاول ان البيشن ده ما يكونش عنده ايرلي اكتيف تي بي، يكون اسيمتوماتيك اسيمتوماتيك اكتيف تي بي. طب هعرف ازاي ان هو اسيمتوماتيك اكتيف تي بي؟ قال لك هتعمل الاول شست اكس راي، لو شست اكس راي ادتني ابنورمال فايندينج بتاع التي بي اللي احنا اتكلمنا عنها، هل بالابنورمال شست اكس راي اقول انه لا ده مش اسمه ليتنت تي بي، ده بقى اسمه دلوقتي اسيمتوماتيك اكتيف تي بي؟ الاجابه طبعا لا، ما انا لسه قايل لك ان في حاجات تانية ممكن تديك نفس الفايندينج اللي اشوفها في الشست اكس راي. بعدها بعد الشست اكس راي وطلعت ابنورمال هتعمل اسيد فاست في السبيوتم، طلع بوزيتيف خلاص الدياجنوز بتاعك اتحول من ليتنت تي بي الى اسيمتوماتيك اكتيف تي بي، وابتدي معاه التريتمنت على انه اكتيف تي بي نفس التريتمنت اللي اتكلمنا معاه. لكن عملت له شست اكس راي طلعت نورمال، ساعتها بقى اسمه لكن ليتنت تي بي، نو ايفيدنس اوف اكتيف تي بي افتر بوزيتيف بي بي دي وانترفيرون جاما ريليس اسي، هعالجه على انه ليتنت تي بي لمده 9 شهور ايزونايزد والفيتامين بي 6. معلومه اخيره عن التي بي، قلت لك ان البروفايل بروتين دريفاتيف ممكن يطلع بوزيتيف ريزلت لمجرد ان البيشنت، او بمعنى اصح جيت عند بيشنت وجيت تعمل تيستينج بالبروفايل بروتين دريفاتيف وطلع بوزيتيف، طالما بطلع بوزيتيف مش هتعمل ري تيستينج، وحتى لو البيشن ده قال لك يعني جيت تقول البيشن انا هعالجه دلوقتي مثلا عملت له الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي وخلاص قررت ان هو عنده ليتنت تي بي وهتعالجه على انه ليتنت تي بي، ده قال لك لا انا ما عنديش ليتنت تي بي، انا فاكر ان انا اتطعمت بالبي سي جي فاكسين، والبروفايل بروتين دريفاتيف فعلا بيطلع بوزيتيف حتى لو بيشنت مجرد ان هو متطعم بالبي سي جي فاكسين. قال لك ده doesn't الجايد لاينز بتقول لك ان ده doesn't change your recommendation، ماليش دعوه انت اسمك عندك ليتنت تي بي، هتاخد العلاج لمده 9 شهور، يعني هتاخد العلاج 9 شهور، الجايد لاينز بتقول لك انه doesn't change in management in relation، تقول لك ان هو واخد الفاكسين. ده بالنسبه لكل الاسئله بسالف كوشن بانك على التي بي. حد عنده اي سؤال بالنسبه للتي بي قبل ما نخش على اللانج كانسر؟ حد عنده أي أسئلة يا شباب؟
الليتن تي بي دكتور مهند بتدي له ايزونايزد مع فيتامين بي 6 لمده 9 شهور. بعد ما يطلع بص بالبي بي دي والانترفيرون جاما ريليز اسي اتاكد الاول ان هو ممكن ما يكونش او ان هو ماهوش اسيمتوماتيك اكتيف تي بي. اتاكد ازاي؟ هتعمل شيست اكس راي ولو طلعت اب نورمال هتعمل بعدها اسيد فوسفاتين. طلع اب نورمال شيست اكس راي مع بوزيتيف بروتين مع بوزيتيف اسيد فاست باسيلاي ده بقى اسمه اسيمتوماتيك اكتيف تي بي. هنعالجه على انه اكتيف تي بي لمده 6 شهور شهرين بال بي الفور دراجز. وبعد كده اما تطلع التست سنسيفتي تيست هتكمل باثنين وتوقف اثنين لمده 4 شهور. في اي اسئله تاني؟ الشات يا جماعه الله يكرمكم، الناس مركزه معايا ولا مش مركزه؟ الكلام واضح ولا مش واضح؟ في حاجة محتاجة تتعاد؟ طيب نخش بقى على جزء الانكولوجي. اولا بالنسبة للسولاتري بالمونانديول، السولاتري بالمونانديول السولاتري بالمونانديول غالبا بتبقى ديسكفرت انسيدنتلي. بيشنت بيعمل شيست اكس ري لغرض ما، جينا نبص في الشيست اكس ري لان فيه بالمونانديول. العفو دكتور مهند، ربنا يوفقك. السولاتري بالمونانديول كنا بنقول انه السولاتري بالمونانديول هيجي يكلمك عن بيشنت. غالبا البيشنت بيديسكفر السولاتري بالمونانديول دي انسيدنتلي، بعمل شيست اكس ري لاي سبب، جينا نبص لقينا فيه السولاتري بالمونانديول زي اللي قدامنا دي. الصوره دي جايبها لك من الوورد. السولاتري بالمونانديول دي ممكن تكون بناين وممكن تكون مالجننت. اعرف ازاي ان دي بناين ولا مالجننت؟ قال لك قبل ما تفكر في اي دياجنوستيك تيست عندنا عندنا جدول بيعمل استراتيفيكيشن للريسك من لو ريسك. واقصد بكلمه لو ريسك دي ان هو less likely ان يكون عنده او غالبا النيديول دي بناين، وانترميديت ريسك جراي زون ما بين اللو ريسك والهاي ريسك. الهاي ريسك ده مور كومنلي انها تطلع مالجننت ومحتاج سيرجيكال اكزيشن. البيشنت اللي هيبقى اما اجي اعمل استراتيفيكيشن لبيشنت عنده سولاتري بالمونانديول ولا ايه في الحاجات الموجوده تحت الهاي ريسك ده، المانجمنت بتاعته هو سيرجيكال اكزيشن لهذه النديول، لان ده بيشنت مور لايكلي انها تكون كانسر. مطلوب منك انك تعرف كل حاجه موجوده في الجدول ده، وجبت لك الجدول بتاع اليورد. امتى اقول ان النيديول دي لو ريسك اوف مالجنسي؟ امتى اقول عليها انترميديت ريسك؟ امتى اقول عليها هاي ريسك؟ قال لك بتبص على حاجتين. اول حاجه هو النيديول، حاجات تخص النيديول وحاجات تخص البيشنت. بالنسبه للجدول بتاع اليورد هتبص في الكيس بيتكلم عن السايز بتاع النيديول والمارجنز اوف ذا نيديولز. بالنسبه للبيشنت هتبص على الايج والسموكينج ستيتس. وانت بتذاكر الجدول ده اعرف ايه هو اللو ريسك واعرف ايه هو الهاي ريسك وما بينهما الجري زون دي هي الانترميديت ريسك. اللو ريسك ان السايز اوف ذا نيديول تكون اقل من 8 من 10 سم.
اقل من 8 من 10 سنتي غالبا ان ديول دي بنعين، غالبا ان ديول دي بنعين او less likely انها تكون مريض، قولها بالطريقه اللي انت عايزها. لكن ان ديول لما يكون السايز بتاعها اكتر من 2 سنتي مور لايكلي انها تكون مالجننت، غالبا هتكون مالجننت. الايج لما تكون، تخيل بقى لما تكون السايز بتاع النديول دي اكتر من 2 سنتي والبيشنت يكون الايج بتاعه اكتر من 60 سنه، وكمان يقول لك في الكيس ان البيشنت سموكر، بعكس ان يقول لك ان السايز نديول اقل من 8 من 10 سنتي، الايج اقل من 40 سنه، هنا كان 60 سنه هنا 40 سنه، والبيشنت نيفر سموكد او كان بيدخن وحصل كويتنج للسموكينج اللي بقاله اكتر من 15 سنه. لكن الهاي ريسك قلنا اكتر من 2 سنتي في ايج اكتر من 60 سنه، هو في الاساس دلوقتي كارنت سموكر، او يقول لك انه كويت السموكينج بس مش فترة مش اقل من 5 سنين، يعني او عمل كويت السموكينج فترة ما عدتش الخمس سنين، ده هاي ريسك او هاي لايكلي انها تكون مالجنت. طيب احنا قلنا بالنسبة لنيول السايز والمارجنز، لو قال لك السايز اكتر من 2 سنتي والمارجنز سبيكوليتد دي هاي لايكلي انها تكون مالجنت، لكن لو قال لك انها اقل من 8 من 10 سنتي والمارجنز سموث ده ليس لايكلي انها تكون مالجنت او غالبا هتكون بنايم. الجري زون اللي هو في المنتصف ما بين الاثنين، السايز اقل من 8 من 10 ما بين 8 من 10 ل 2 سنتي، الايج من 40 ل 60، السموكر السموكينج ستيتس هيكون سموكر او كويت السموكينج من فتره من 5 ل 15، هي جري زون ما بين الاثنين. والمارجنز بتكون سكالوبت ماركنز، ده شكل السوليتري بالمونري نديول. جبت لك برضو الابروتش اللي موجود عندنا في الورد، قال لك سوليتري بالمونري نديول وانت بتعمل روتين شيست اكس راي انسيدنتلي وجدت بالمونري نديول، اول حاجه هتسالها، اول حاجه هتعملها، ودي ساعات بتسال عليها اسئله في كوشن بانك، هتسال البيشنت، ودي ساعات كمان بتتسال بالمناسبه في ستيب 1، اول حاجه هتعملها اما تلاقي سوليتري بالمونري نديول انسيدنتلي في شيست اكس راي بتاع بيشنت، هتساله هتقول له هل عندك اني بريفيوس شيست اكس راي؟ ليه بطلب بريفيوس شيست اكس راي؟ فور كومباريسون، هشوف هل من الفتره من الاكس راي القديم ده لغايه الاكس راي اللي انا عامله دلوقتي هل كان الجروس بيزيد؟ او الاهم بالنسبه لجزئيه البريفيوس شيست اكس راي بالنسبه لنا في كوشن بانك، ان لو قال لك انت بعد ما طلبت البيشنت شيست اكس راي جاب لك شيست اكس راي ولقيت ان الجروس بتاع النديول جه ثابت لمده سنتين او 3 سنين، نو فيرذر تيستينج، ده اكسكلود المالجنسي، لان النديول في اللانج يعملها حاجات كتير، مور كومنلي انها تكون بناين. يعني من ضمن الحاجات اللي من كتر ماستر سبورت يقول لك انه اللانج كانسر قبل الحرب العالميه الثانيه كان حاجه رير، بعد الحرب العالمية الثانية بعد ما السيجرت بقت السيجرت اندستري بقت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية، لا بقينا بنشوف اللونج كانسر ما عادش رير زي الأول. فإنك تعمل شيست اكس راي وتلاقي فيه لونج نديول وتطلب من البيشنت بريفيس شيست اكس راي وتقارنهم ببعض وتلاقي ان ما فيش انكريز لمدة سنتين او 3 سنين، ده اكسكلود المالجنسي، نو فيرسر تيستينج. طيب جيت اسال البيشنت وقال لي ما عنديش اكس راي، قال لك ما عندوش اكس راي، هل بعمل ايه دلوقتي؟ بعمل شيست سي تي. سالت البيشنت قلت له انا عايز بريفيوس اكس راي، قال لي ما عنديش، فما عنديش حاجه دلوقتي اعمل لها كومباريسون واشوف الكومباريسون اوف جروس، اطلب شيست سي تي. طيب ليه بطلب شيست سي تي؟ قال لك لان المالجنت كاركترستكس او الكاركترستكس اللي احنا شفناها في الريسك
of malignancy اللي كلمنا عنها في الجدول ده أشوفها أفضل وبهاير ريزوليوشن في الـ CT عن الإكس راي. أدي حاجة. الحاجة التانية إن لو في small nodules زي الميتاستاتيك nodules في اللنج ممكن ما تشوفهاش بالشست إكس راي، تشوفها أفضل بالشست CT. يبقى تاني، أول حاجة هتطلبها previous إكس راي وتقارن الجروس. مفيش جروس للنودول لمدة سنتين إلى ثلاث سنين، ده exclude malignancy no further testing، ما عندوش إكس راي قديم. هطلب CT إيش معنى؟ لأنها أفضل من إكس راي في حاجات كتير، هتوريني الكاركترستكس اللي أنا بدور عليها في الجدول اللي اتكلمنا عنها دي بهاي ريزوليوشن، ولو في سمول نودولز مش هتبان في الإكس راي تبينها الشست CT. طيب طلعت الشست CT وبعد كده عملت الريسك استراتيفيكيشن أو الأسسمنت أوف مالينجنسي في الجدول ده وطلع البيشنت هاي ريسك، هاي ريسك او هاي سسبشن فور مالينجنسي، على طول سيرجيكال اكزيشن، ما فيهاش هزار ان بتكلم على لانج كانسر، سيرجيكال اكزيشن. طيب لو لو ريسك بناين فيتشرز، الاجابه ان هفضل اتابعه، اعمل له فولو اب بسيريال سي تي، افضل اعمل فولو اب بسيريال سي تي. طب المنطقه الرماديه اللي في النص دي، قال لك تعمل فيرزر دايجنوستيك تيست، هتطلب بايوبسي وممكن تطلب كمان البيت سكان. ده الكلام الموجود هنا، هاي probability excision على طول، لكن intermediate further testing من خلال biopsy أو PET scan، low probability هتعمل low probability هتعمل serial CT وتفضل تعمل follow up للpatient. طيب بالنسبة للدياجنوستيك تيست في السوليتري نيدول أو في اللانج كانسر عموما، سبيوتم سيتولوجي، السبيوتم سيتولوجي عايزك تعرف عنها المعلومات دي. أولا هو سبيسيفيك، بس للأسف السبيوتم سيتولوجي إنك تشوف مالجنانت سيلز في السبيوتم غالبا بوستف في بعض اللانج كانسرز، مش كل اللانج كانسر، بالذات السنترال لانج كانسر زي السمول سيل والسكويموس سيل كارسينوما. السنترال لانج كانسر ليه؟ لان السنترال هي اللي هتكون ناحيه اليومن، انترا او جروس بتاعها هيكون انترا اليومنال، بالذات السكويموس انترا اليومنال جروس، فدي اللي فرصتها اسهل ان اشوفها لما اخد سبيوتم وادور عليها واشوف السبيوتم سيتولوجي. لكن هل اما اعمل سبوتوم سيتولوجي وتبقى نيجاتيف اقدر اكسكلود المالجنس؟ اجابه لا، انت لسه قايل انه بشوفها افضل في السنترال لانج كانسر. انما بتكلم دلوقتي عن التايبس اوف لانج كانسر، ولكن بعضها بيكون سنترال وبعضها بيكون بريفرال. السنترال اللي بيبتدوا بحرف الاس، عندي 2S في اللانج كانسر، سمول سيل كارسينوما سمول وسكويموس سيل كارسينوما، الاثنين اللي بيبتدوا بحرف الاس دول معاهم 2S او واحده اس وواحده سي، ان الاثنين دول السموكينج، الاس او الاس السموكينج از سترونج ريسك فاكتور فور سكويموس والسمول سيل كارسينوما. وتاني اس لو هنكتب كلمه سنترال كده، الاثنين بيكونوا سنترال لانج كانسر. فالسبيوتم سبيسيفيك، بس مشكلته ان هو لو نيجاتيف مش هقدر اكسكلود الكانسر. طيب لو انا عايز اخد بايوبسي في اللانج نيدول، السوليتري لانج نيدول، قال لك عندك طريقتين من خلالهم تاخد بايوبسي. عندي حاجه اسمها برونكوسكوبي، الحاجه الثانيه بيقول عليها ترانسثوراسيك. نيدل بايوبسي، دول الطريقتين من خلالهم بتاخد بايوبسي من اللانج. لو اللانج كانسر موجود سنترال فالافضل برونكوسكوبي، انت بتحطه من خلال الماوس فهو اسهل حاجه يوصل لها السنترال، لكن البريفرال هتلاقي صعوبه في ان انت تاخد بايوبسي بريفرال، فبضطر ان انت تستخدم ترانس ثوراسيك نيدل بايوبسي.
لو سألتك ايه اشهر سايد افكت للترانسوراسيف نيدل بايوبسي هتقول لي النيوموثوركس. يتبقى لي اخر تو دايجنوستيك تيست، البيت سكان. البيت سكان فكرته بتعتمد ان انا بدي تاج جلوكوز للبيشنت. التاج جلوكوز ده لو النديول اللي موجوده دي او دي مالجننت سيل موجود فيها مالجننت سيل، المالجننت سيلز بيكون عندها هاي اكتيفيتي، هاي ميتوتيك اكتيفيتي، فبيبقى في انكريز للجلوكوز ابتيك في السيلز دي لان عندها هاي ميتوتيك اكتيفيتي وهايلي اكتيف سيلز. فالبيت سكان بيعتمد ان انا بدي البيشنت تاخد جلوكوز لو موجود في النديول دي هاي مالجننت سيلز هيبقى في انكريز للابتيك اوف تاخد جلوكوز في البيت سكان. اخر حاجه الفاتس سكان. الفاتس سكان دي لو جيت تقرا عنها هيقول لك ان الفاتس سكان دي بدات تريبليس بالذات الترانسوراسيك نيدل بايوبسي بسبب مشاكله، بسبب انه يعتبر مور انفيزيف مقارنه بالفيديو اسيستد ثوراسيك سيرجري. من اسمها البيشنت ده بتاخد انسيشن في الشست وبتدخل بتدخل كاميرا من خلال الانسيشن بتاعت الشست، وهو في اكتر من انسيشن بتعملها في الشست، واحده فيهم بتدخل كاميرا واحده فيهم بتدخل الانسترومنت اللي انت تستخدمها وتاخد بايوبسي تعمل منها فروزن سيكشن وتبعتها لبتوع الباثولوجي ويقول لك ان كان في كانسر ولا لا. الفيديو اسيستد ثوراسيك سيرجري اما تيجي تقرا عنها هتقول لك انها ليس انفيزيف مع بيتر اوتكم، ليس انفيزيف بروسيجر مع بيتر اوتكم، وبقت مور وايدلي يوزد في الايام دي الفاتس في حتى سواء تريتمنت او دايجنوزس. تكمله الكلام ان احنا عرفنا دلوقتي ازاي نتعامل مع لونج كانسر مع سوليتري بالمونر نديول. مطلوب بقى مننا دلوقتي نعرف التايبس اوف لونج كانسر. اول معلومه ان اللونج كانسر ده بيتكلم على الليدنج كوز اوف ديث في اليو اس هو اللونج كانسر. اهم ريسك فاكتور هو السيجاريت سموكينج. كنت بقول لك انه قبل الحرب العالميه الثانيه كانوا بيعتبروا اللونج كانسر از رير بعد ما حصل اندستريالايزيشن للسيجاريت. بقى الانسيدنس والبريفالنس اوف لانج كانسر زاد. اهم تو ريسك فاكتور هو السموكينج طبعا. الحاجه الثانيه هو الاسبستوس. لما كنا بنتكلم عن النيوموكونيوزس قلنا انه الاسبستوس اكسبوجر بتزود الريسك 75 مره مقارنه بالشخص اللي ما بتعرضش للاسبستوس. وحتى قلنا يومها انه الاسبستوس بيزود الريسك اوف برونكوجينيك كارسينوما والميزوثيليوما، بس لو بتقارن البرونكوجينيك كارسينوما بالميزوثيليوما فطبعا البرونكوجينيك كارسينوما اعلى بكتير في الاسبستوس اكسبوجر مقارنه بالميزوثيليوما. طيب اللانج كانسر بقى التقسيمه بتاعتها بنقسمها ازاي؟ بنقسمها الى سمول سيل كارسينوما، سمول 1 سمول، نون سمول دي شامله ادينوكارسينوما، شامله اسكويمس، وشامله لارج سيل كارسينوما. هنتكلم الاول عن السمول سيل. هو ليه او ايه سبب التقسيمه دي ان احنا حطينا السمول سيل على جنب والنون سمول على جنب؟ حطينا السمول سيل على جنب لان دي الموست اجريسيف تايب اوف لانج كانسر، ونحمد ربنا انها اما اجي اقارن السمول سيل بالنون سمول سيل فالسمول سيل فقط 15%. دي الموست اجريسيف تايب اوف لانج كانسر، دي اللي اغلب وقت الدايجنوز بيكون اوريدي حصل ميتاسيس اغلب تقريبا كل اغلب او موجود مثلا هقول لك من الارقام الموجوده في الولد اكتر من 90% من الكيس او سمول سيل كانسر ما ينفعش معاها انوبرابل، ما ينفعش معاها سيرجري، غالبا بيستخدم كيموثيرابي وراديشن. فده سبب ان احنا خلينا فيه سمول ونون سمول. ذا موست اجريسيف تايب اوف سكيل كانسر، هايلي انفيزيف،
الماجوريتي اوف كيسز ادل نص بيكون حصل ديستنت ميتاستاسيس. نو رول فور سيرجري ان تريتمنت اوف سمول سيل كارسينوما حتى في الحالات اللي بتكون لوكالايز. نو رول فور سيرجري. اول معلومه انا ما اجي هشرح التايبس اوف لانج كانسر, هشرح اللوكيشن, هل هو سنترال كل تايب اوف كانسر هشرحه, اشرح اللوكيشن هل هو سنترال ولا بريفرال, وعندنا نمونك بيقول ان الاثنين اللي فيهم الاس السمول سيل والسكويمس بيكونوا سنترال. لكن البريفرال هما الادنو واللارج. هشرح الاسوسيشن ويز سموكينج. كل اللانج كانسر بتكون اسوشيتد مع السموكينج, بس الهايست ريسك مع الاثنين برضو اللي فيهم الاس السكويمس والسل. معلومه زياده بس اعرفها انه اغلب الكيسز اللي بيجي لها لانج كانسر وهم نوت سموكر غالبا دي ادينوكارسوما. الادينوكارسوما هي الموست كومن تايب اوف لانج كانسر اللي بيجي للنون سموكر. والحاجه الثالثه اللي هشرحها هو لو في البارانيوبلاستيك سندروم اللي اسوشيتد مع كل تايب اوف لانج كانسر. اول حاجه السمول سيل لانج كانسر قلنا الحمد لله انهم 15%. تاني حاجه لسه قايلها دلوقتي الاس معاها 2 اس سموكينج وسنترال. السموكينج سترونجلي اسوشيتد مع السموكينج سيجاره السموكينج وبيكون سنترال. نفس الاس والاس دي مع السكويمس سيل كارسينوما في النون سيل كارسينوما. طيب تعال بقى نخش على المهم اللي سال عليه سؤالين في الوورد. البارانيوبلاستيك سندروم. البارانيوبلاستيك سندروم بتشوفها مع بتشوفها مع الكانسر. اشهر بارانيوبلاستيك سندروم في اللانج كانسر حاجه بقول عليها اكتوبي. ايه هو الاكتوبي؟ ان يحصل برودكشن لهرمونز او هرمون لايك سبستنس من مكان غير مكانها. كلمه اكتوبي معناها ان بيحصل ريليز لهرمونز او هرمون لايك سبستنس من مكان غير مكانها. فعندنا هنا عندنا نمونك للسمول سيل كارسينوما 3A 3A. اول واحد فيهم هو الاي سي تي اتش, يجيب لك كيس اوف لانج كانسر ومعاها كوشنج سندروم, ده سمول سيل لانج كارسينوما. الحاجه الثانيه الاي دي اتش, يجيب لك كيس اوف لانج كانسر ومعاها دايليوشنال هايبوناتريميا, ده سمول سيل لانج كارسينوما. يبقى اول اي الاي سي تي اتش, ثاني اي هو الاي دي اتش. وسال سؤال من ضمن الاسئله الموجوده في الوورد, سأل سؤال على حتة الكوشنج سندروم وتاني سؤال سأل على الديلوشن الهايبوناتريميا, بس سأل في المانجمنت. يعني ربط معلومة بنقولها دلوقتي في البارمونولوجي مع معلومة لسه هنقولها في النفرولوجي انه بنعمل ريستريكشن للفلويد لان الهايبوناتريميا حصلت هنا بسبب ان الاي دي اتش بيزود الابسوربشن اوف فري ووتر, والاكسس فوليوم ده بيعمل ديلوشن للصوديوم فيعمل هايبوناتريميا. مش بسبب ان حصل لوس للصوديوم, لا حصل لها دايلوشن بسبب الاكسس فوليوم. ثالث ايه انه بيحصل ريليز لانتي باديز. اما اجي اتكلم في النيورو عن هكلم عن الميسينيا جريفز واتكلم عن اللامبرت ايتن سندروم. انه عندي هنا ده البري سينابتيك نيورون وده البوست سينابتيك نيورون. البري سينابتيك نيورون عشان يحصل ريليز للاستايل كولين, انا عندي هنا الاستايل كولين موجود في فيزيكلز وبعد كده بيحصل له ريليز عشان يمسك فيه ريسبتورز موجوده على البوست سينابتيك نيورون ويحصل اكشن بوتنشال يؤدي ان يحصل كونتراكشن للمسل. علشان يحصل ريليز للاستايل كولين ده عندي هنا تشانل اسمها بري سينابتيك كالسيوم تشانل.
ما يحصل تشينج في الفولتج نتيجه ان يكون ان فيه هنا اكشن بوتنشال، يحصل اكتيفيشن لانه بنقول عليها فولتج جيتد كالسيوم شانل. الفولتج جيتد كالسيوم شانل سميناها فولتج جيتد لان عند سبيسيفيك فولتج بتفتح الكالسيوم شانل دي وصار نيز للكالسيوم، وبعد كده بيجي الفيزيكلز دي تمسك هنا في الممبرين ده، وبعد كده يحصل ريليز للاستيركولين، والاستيركولين يمسك في الريسبتورز ويحصل اكشن بوتنشال عليه، بص سينابتيك اكشن بوتنشال. اللي بيحصل بقى في اللامبرت ايتون سيندروم اللي بيتكون انتي بوديز اجينست البري سينابتيك كالسيوم شانل، وبالتالي ما فيش ريليز للاستيركولين، وبالتالي البيشنت يجي يشتكي من بروكسيمال ماسل ويكنس ده عليه على اللامبرت ايتون سيندروم بسبب ان حصل او اتكون انتي بوديز اجينست البري سينابتيك كالسيوم شانل على اللامبرت ايتون سيندروم. يبقى ده بالنسبه دي السمول سيل لانج كانسر اسوشيتد مع السموكينج سنترال 3A ACTH EDH و لامبرت ايتون سيندروم. النون سمول فار مور كومن عن السمول. الموست كومن هي الادينوكارسوما. الادينوكارسوما هي الموست كومن تايب اوف لانج كانسر. قلت لك ان اما تجيب لك كيس اوف لانج كانسر في بيشنت نوت سموكر غالبا ادينوكارسوما. الادينوكارسوما هي واللارج سيل كارسوما الاثنين بريفرال. السكويمس والسمول هما اللي سنتر واسوشيتد مع السموكينج. بالنسبه للبارانيوبلاستيك سندروم الادينوكارسوما بتكون اسوشيتد مع حاجه اسمها هايبرتروفيك اوستيو أرثروباسي. الهايبرتروفيك أوستيو أرثروباسي دي عليها سؤال في الورد. الهايبرتروفيك أوستيو أرثروباسي دي ده بيشنت عنده ديجيتال كلابينج اللي فسرنا سببه في المحاضرات اللي فاتت مع sudden onset arthropathy بالذات في joint of the wrist and hand في وجود underlying lung disease. مشهورين من ضمن underlying lung disease دي ممكن تكون bronchiectasis، ممكن تكون انفيزيما، ممكن تكون لانج كانسر. غالبا بسأل في كويشن بانك بسأله مع لانج كانسر، بس اشهر لانج كانسر بيكون معاه الهايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي هو الادينوكارسوما. السكويمس سيل سموكينج سنترال وسموكينج. السكويمس سيل كارسينوما في الستيب 1 بيقول عليه معاه تريبل سي. التريبل سي انه بيعمل كافيتيشن واسوشيتد مع السيجارت سموكينج، دي معلومه قلناها. الحاجه الثانيه لانه بيبقى موجود سنترال، قلنا بيبقى موجود سنترال، فالبرزنتيشن بتاعته بتكون في صوره هايلر ماس. الحاجه الثالثه او ثالث سي هو إنه البارانيوبلاستيك سندروم بتاعته بيعمل هايبر كالسيميا. دي ثالث سي هايبر كالسيميا. إيه سبب الهايبر كالسيميا؟ لأنه بيعمل ريليز لهرمون لايك بيبتيد اسمه باراثايرويد هرمون. باراثايرويد هرمون ريليتد بيبتيد بيروح يمسك في الريسبتورز بتاعت الباراثايرويد هرمون ويشتغل زي الباراثايرويد هرمون بالظبط، يعمل ريزوربشن للبون ويزود الليفل أوف كالسيوم ويعمل هايبر كالسيميا. يبقى السكويمس 3C كافيتيشن والسيجارت سموكينج وهايبركالسيميا، ولأنه سنترال ساعات البرزنتيشن بتاعته بيكون في صورة هايلر ماس. آخر واحد اللارج سيل كارسينوما. اللارج سيل كارسينوما البارانيوبلاستيك سندروم بتاعته بيعمل ريليز للبيتا هيومن كرونيك جنادوتروبين. وبيعمل ريليز للبيتا هيومن كرونيك جنادوتروبين بيعمل جاينيكوماستيا في الميلز، وفي الفيميلز بيعمل جلاكتوريا، وقلنا إن هو بيكون موجود بريفرال. السيمتومز كف ويت لوس ديسنيا بوست اوبستراكتيف نيمونيا. بوست اوبستراكتيف نيمونيا دي اتسال عليها سؤال في الورد، قال لك اما جيلك كيس لبيشنت عنده ريكورنت
نيمونيا. ده سؤال في الوولد. At the same anatomic, كل شوية جيلك بنيمونيا تعمل له شست إكس راي تلاقي الـ نفس الأناتوميك لوكيشن هو اللي بيحصل فيه النيمونيا. تبدأ تشك فيه أناتوميك أوبستراكشن, حاجة عاملة أناتوميك أوبستراكشن زي مالجنسي زي لونج كانسر. الماس أوف لونج كانسر تعمل أوبستراكشن في نفس الأناتوميك لوكيشن ده, وما تعمل obstruction هيحصل accumulation للميوكس ويحصل entrapment للبكتيريا وتعمل recurrent infection وتعمل recurrent pneumonia at the same location. قبل ما نخش في diagnosis والtreatment نحاول نحل كده مع بعض الجدول اللي قدامنا ده. رقم واحد ايه؟ نحل الأربع أسئلة كده بسرعة. رقم واحد يلا كل يا جماعة كل الجواب يا جماعة يلا. بالظبط رقم واحد الأدنو كارسنوما, تاني واحدة السكويمس سيل كارسنوما, تالت واحدة الثري اي السموث سيل كارسنوما, ورابع واحدة اللارج سيل كارسنوما. الدياجنوز يعتبر ما فيش كلام جديد عن الكلام اللي احنا قلناه في اللنج نيديول. حتة السبيوتم سيتولوجي وانها اما بتطلع بوزيتيف غالبا بتطلع بوزيتيف مع السنترال الانتراليومينال كانسر. حته ان انت لما تيجي تاخد بايوبسي والبرونكوسكوبي بتستخدمه في السنترال والترانس ثوراسيك نيدل بايوبسي في البريفرال, وحته النيوموثوركس فما فيش جديد بالنسبه للدياجنوستس. والتريتمنت نحمد ربنا انه ما بيسالوش في الكوشن بانك على تفاصيل التريتمنت بتاعت اللانج كانسر ولا حتى على الكيمو سيرابي. كل اللي عايزك تعرفه انه السموث سيل كارسينوما اغلب الكيسز نوت اوبربل ومش هينفع معاها سيرجيكال ريزكشن حتى لو لوكالايزد. لكن المطلوب منك بس تعرف الحالات اللي هي السيرجري نوت بوسيبل مع الحالات دي. قالك الحالات دي هي ملخصها ان البيشن ده مش هيقدر يعيش في وجود الحاجات دي. يعني لو بيشنت عنده لانج كانسر وعامله بايلاترال ديزيز, بايلاترال لانج كانسر, هتخش تشله تو لانج هيعيش ازاي؟ حصل متاسس للهارت هيعيش ازاي من غير هارت؟ الكراينا الاورطه هيعيش ازاي من غير اورطه؟ هيعيش ازاي من غير فينا كافا؟ فاي او الحالات اللي بيكون معاها السيرجري او بيكون ان اوبربل, الحالات اللي بيكون معاها
involvement او متاستاسيس لحاجات البيشنت مش هيعرف يعيش من غيرها. الحالات دي حتى لو بتكلم عن نون سمول سيل كارسينوما بتكلم عن نون سمول سيل كارسينوما مش هتبقى ان اوبربل لو في اي حاجه من الحاجات دي وكمان معاها المالجنانت بلورال افيوجن. بالنسبه للسكرينج تيست، السكرينج تيست امتى اعمل سكرينج تيست لللنج كانسر؟ قال لك من عند سن 55 سنه لغايه سن 80 سنه. بعد ال 80 سنه هتترمينيت السكرينج اوف لنج كانسر. طيب هل اي ايج فوق ال 55 سنه indicated ان انا اعمل له سكرينينج؟ واصلا بعمل السكرينينج بايه؟ قال لك بلو دوز شست سي تي. هل اي بيشنت فوق ال 65 سنه 55 سنه بعمل له سكرينينج باللو دوز سي تي؟ الاجابه طبعا لا. قال لك عندك تو كرايتيريا عشان تعمل البيشنت ده سكرينينج لللانك كانسر. ان يكون في الهيستوري بتاعه اكتر من 30 باك بير يير سموكينج هيستوري. ان يكون في الهيستوري بتاعه سموكينج ل 30 اور مور باكس بير يير. الحاجه الثانيه ان البيشنت يكون دلوقتي كارنت سموكر او الكويتنج اوف سموكينج يكون خلال اخر ما عداش 15 سنه. وفوق ال 55 سنه هتعمل له سكرينج لانج كانسر بلو دوز شست سي تي. هتعمله له كل قد ايه؟ هعمل له سنويا يعني. طب امتى هوقف وليه اصلا عند سن ال 80 هوقف؟ قالك عند سن ال 80 هتوقف، او لو الفتره بتاعت الكويتنج اوف سموكينج عدت 15 سنه. انا اشترطت هنا انه لو البيشنت كارنت سموكر او وقف سموكينج ما عداش اكتر من 15 سنه، عدى اكتر من 15 سنه هتوقف السكرينينج، او يوصل ل 80 سنه، او البيشنت تكون حالته يكون عنده another medical condition. الother medical condition دي بتقول انه حتى لو لقينا عنده lung cancer في حالته مش هتسمح ان يخش فيه surgery. اهو الشرط الثالث ده، احنا قلنا امتى وقف السكرينينج؟ انه يوصل ل 80 سنه، او الكويتنج اوف سموكينج اكتر من 15 سنه، او ان حالته يبقى في other medical condition تمنع انه يخش فيه سيرجري. اهو ده بالظبط السبب ان انا هوقف عندي 80 سنه. وانس ان انا اوصل بيه لسن 80 سنه والحمد لله بعمل له السكرينينج وصل 80 سنه وزي الفل، هاجي عندي 80 سنه وابوسه واحط واقول له يمشي جنب الحيط، وانا امشي جنب الحيط مع البيشنت اللي وصل ل 80 سنه ده. ليه؟ لان ال 80 سنه ده مش هتبقى مشكلته على قد لانج كانسر، غالبا بتبقى عنده other comorbidities و other medical diseases. لو هو عاش بيها سنة أو اتنين أو تلاتة، أو لو ربنا كرمه وصل لمية سنة، سيبه ويطبطب عليه وبوسه وخليه يعيش لغاية مية سنة بالdiseases اللي عنده. لكن انت تفضل تعمل screening اللي بعد 80 سنة وتقول له عند سن 80 سنة أو 81 سنة هو جاي يحتفل بعيد ميلاده 81، تقول له انا عملت لك الشيست لو دوز شيست سي تي وطلع عندك لانج كانسر، هو اصلا غالبا حالته هيبقى عنده اثر ميديكال كونديشن، او هو لو عمره كاتب له انه يعيش سنتين لثلاثه ممكن يعيشهم على انه انت تدخله سيرجري وتموته في السيرجري وما يلحقش يعيش السنتين اللي ممكن يعيشهم. فبالتالي بنوقف ونعمل ترمينيشن للسكرينينج عند سن ال 80، او لو في اثر كونديشن تمنع اصلا ان هو يخش سيرجري، او لو الكويتنج وصل لاكثر من 15 سنه. عندي بعض النوتس عليهم سؤالين في الوورد عن البانكوست تيومر او السوبيرير بالمونري سالكاست تيومر. البيشنت اللي عنده بانكوست تيومر ده الايبكس اوف ذا لانج، لما يحصل تيومر في الايبكس اوف ذا لانج، الفكره ان التيومرز اللي بتحصل في الايبكس اوف ذا لانج بيبقى عندي ستراكشر موجوده هنا، المكان ده بيقول عليه الثوراسيك إلت، بقى فيه ستراكشر خارجه
وداخله حاجات راحه للهيد وحاجات راحه للابر لمب. فلما يحصل هنا تيومر في الايبكس اوف سالانج في ريسك ان يحصل لها يعمل كومبريشن على الاستراكشر دي. انا عندي هنا على سبيل المثال في البريكيال بلكسس عامله انرفيشن للابر لمب، عندي هنا حاجه اسمها سيرفايكال سمباثيتك ترانك، عندي سمباثيتك ترانك، عندي هنا عندي هنا الريكورنت لارينجال نيرف، عندي فرينيك نيرف، عندي هنا السوبيرو فينا كافا واخد الدرينج بتاعت النك والهيد والابر لمب، عندي هنا السبكليفيان ارتري والفين اللي بيودوا البلاد سبلاي والفينس درينج بتاعت الابر لمب. فما يحصل هنا بانكوست تيومر في الايبكس اوف ذا لانج الاستراكشرز دي ات ريسك ان يحصل لها كومبريشن، فيعمل السوبيرو بالمونري سالكس تيومر او البانكوست تيومر. لما يحصل كومبريشن على البريكيال بلكسس هيجي لي في الكيس ويقول لي ان البيشنت ده عنده radiating pain وباراسيزيا مور كومنلي انها تحصل في الديستريبيوشن اوف النر نيرف، اللي هيبقى عارف اساس المعلومه دي هو اللي عارف ستيب 1 وعارف الديستريبيوشن اوف بريكيال بلكسس وان ليها اكتر من ترانك، اكتر ترانك ممكن يحصل له كومبريشن هو اللور ترانك اوف بريكيال بلكسس، واللي اللور ترانك اوف بريكيال بلكسس ده هو اللي بيدي النر نيرف، وبالتالي اشهر نيرف يبقى افكتد او الديستريبيوشن بتاعه اشوف بين وباراسيزيا هو الالر نيرف لانه بيطلع من اللور ترانك اوف بريكيال بلكسس، وده اكتر ترانك ممكن يحصل له كومبريشن في البانكوست تيومر. الهورنر سندروم، الهورنر سندروم لما نيجي نتكلم عنها في النورو هنقول ان السمباثيتك ترانك دي لما يحصل لها كومبريشن البيشنت هيجي يشتكي ب توزس ميوزس ان هيدروزس، دي بنقول عليها هورنر سندروم، السبب ان حصل كومبريشن على السمباثيتك ترانك. الهورسنس، ليه البيشنت عنده لانج كانسر ممكن اشوف هورسنس؟ ودي تعتبر علامه ان ممكن يكون حصل انفيجن للسراوندنج ستراكشر، لان الهورسنس دي معناها ان حصل كومبريشن للريكارنت لارينجال نيرف. السوبيريو فينا كافا سندروم اتسال لوحدها عليها سؤال في الوولد، ان انا عندي هنا فين اسمه السوبيريو ده سوبيريو فينا كافا سندروم اللي هيروح يعمل درين للسيستم للفينوس ريتيرن للهارت، اما يحصل عليه كومبريشن بسبب بانكوست تيومر هو بيعمل درينج لايه؟ للفينوس بلاد اوف ذا هيد والنك والابر لمب. فيجي يقول لي ان البيشنت عنده فيشل بلسرة، وشه محمر بسبب الفينوس كونجستشن، البلد ما بيحصلوش درينج للهارت، فينوس نك ديستنشن بسبب الاوبستراكشن، فيشل ايديما وابر لمب ايديما، دي بيقول عليها السوبيرو فينا كافا سندروم. ومن ضمن الاسئله بتسال في كويشن بانك، سالك سؤال عن البانكوست تيومر وما قالكش ان ده لانج كانسر، وقال لك ايه البيست انيشال مانجمنت في البيشنت ده، والاجابه كانت في الاجابه الشست اكس راي تو ايفالويت البيشنت فور لانج كانسر. لسه قايل لك المعلومه اللي عليها سؤال في الورد على حته البوست اوبستراكتيف نيمونيا، ريكارنت نيمونيا از ذا سيم اناتوميك لوكيشن ده بوست اوبستراكتيف نيمونيا، وكان في الاجابه اعمل بيشن ده شست سي تي دور على لانج كانسر. الهايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي ديجيتال كلابينج مع صدن اونست ارثروباسي بالذات في الريست والهاند جوينت بتحصل مع اندرلاينج لانج كانسر زي اندرلاينج لانج ديزيز زي لانج كانسر تي بي برونكيتس امفيزيما، اعمل بيشن ده شست اكس راي تو ايفالويت لانج كانسر. اخر حاجه في محاضره النهارده قبل ما نشرح الدور الفيوجن، في اي مشكله في الجزء اللي خلصناه لغايه دلوقتي؟ تمام لانج كانسر تمام دلوقتي؟
طيب آخر حاجة في محاضرة النهاردة البلورال إفيوجن. البلورال إفيوجن عليه أكتر من سؤال في الهولد. الفكرة في البلورال إفيوجن هو أنه خلاص خلاص خلصنا دكتور عمر بالزبط بإذن الله 10 دقايق أو ربع ساعة كتير أو خلاص هما صفحتين. البلورال إفيوجن أنه أنا عندي دي لانج ده الشست وول عندي لير فيسرال لير حوالين اللانج وعندي عندي تو ليرز للبلورا فيسرال وبرايتل الفيسرال حوالين اللانج والبرايتل حوالين الشست وول وفي ما بينهم بلورال كافيتي. هل البلورال كافيتي بيبقى موجود جواه فلويد؟ بيبقى موجود فيه سن لير اوف فلويد. هل ليها وظيفه؟ بتشتغل كالوبريكانت. اللي بحصل في البلورال كافيتي ان لسبب ما ادى ان يحصل اكوموليشن للفلويد في البلورال كافيتي اكسس اكوموليشن للفلويد. الاكسس اكوموليشن اوف فلويد في البلورال كافيتي ممكن يكون سببه ترانسوديتيف او ترانسوديت او الفلويد ده ممكن يكون ترانسوديت وممكن يكون اوكسيديت. الترانسوديت ده اما نيجي نبص عليه اما نعمل صوره سينثيسيس بيكون clear لكن الاكسيديت بيكون cloudy لان الاكسيديت بيكون فيه بالاضافه ان يبقى فيه فلويد يبقى فيه بروتينز يبقى فيه immune cells وبعض الحالات اللي بقول عليها complicated ممكن اشوف بكتيريا زي الامبايما زي الكومبليكيتد بارانيمونيا وعليها سؤال في الهولد مع ان ما عليهاش اي كلام في الكابلان ولا في ماسترز بورد. اولا ايه سبب الترانسوديتيف فلويد اكوموليشن في البلورال كافيتي؟ الفكره ان انا عندي هنا اللانج والالفيولاي في هنا عندي كابيلاريز. الكابيلاريز دي او لو عملنا على نفس الرسمه دي هنا ده كابيلاريز. عندي two different forces بيشتغلوا against بعض. force اسمها hydrostatic pressure. hydrostatic pressure. وforce بتantagonize الforce دي اسمها oncotic pressure. الهيدروستاتيك بريشر هو البريشر اللي موجود هنا في الكابيلاري ده والانكوتيك بريشر المسؤول عنه البلازما بروتينز اللي موجود في البلد اللي موجود في الكابيلاري ده. الاثنين عكس بعض. الهيدروستاتيك بريشر اما الفورس البريشر بتاعه يزيد يبقى عنده تندنسي انه يرشح فلويد في الانترستيشال تيشو اللي هو هنا مين البلورال كافيتي. لكن الانكوتيك بريشر هي الفورس اللي بتمنع الهيدروستاتيك بريشر ده انه يرشح فلويد في الانترستيشال تيشو. لو انت فهمت الكلام ده وسالتك ايه اللي يؤدي ان يحصل اكسسيف اكوموليشن للفلويد هنا هتقول لي والله من كلامك اقدر استنتج ان عندي حاجتين يا اما هتزيد الهيدروستاتيك بريشر يا اما تقل الانكوتيك بريشر. اقول لك بالظبط اهو ده اللي بعمل الترانسوديتيف فلويد اكوموليشن في بلورال كافيتي
ايه بقى لك تعرف ايه الحاجات اللي تزود الهيدروستاتيك وايه الحاجات اللي تقلل الانكوتيك بريشر. الهيدروستاتيك زي كونجستيف هارت فيلير، باك بريشر اوف بلاد من الهارت اللي حصل فيه فيلير، يحصل باك بريشر هنا للكابيلاريز دي، اللانج كابيلاريز، البرمونا كابيلاريز دي، يزيد فيها البريشر وترشح فلويد، يعمل بنشوف بلورال افيوجن مع البيشنت اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير. مجرد ان انت تديله دايوريتكس بيبدا يتحسن وبدا يقل الفلويد اكوموليشن مجرد ان انت تعالج الكونجستيف هارت فيلير. الحاجه الثانيه بالنسبه للديكريس اوف اونكوتيك بريشر، عندي حاجتين، يا اما المصنع بايظ يا اما الليفر بايظ زي السيروزس، ما هو اللي بيصنع البلازما بروتين، او ان في سبب يزود اللص او بلازما بروتين، بيشنت عنده نيفروتيك سندروم، هنشرح الكلام ده في النيفرو. نيفروتيك سندروم بيحصل لص للبلازما بروتين، في كلا الحالتين انا بفقد الانكوتيك بريشر اللي هي الفورس اللي بتانتاجونايز ان الفلويد يرشح في البلورا. اهو ده وده هم اسباب الترانسوديتيف فلويد اكوموليشن في البلورا. طب بالنسبه للاكسيديت، قالك الاكسيديت هو ان الكابيلاري نتيجه انفكشن، نتيجه مالجنسي، حصل فيه انفلاميشن. وما يحصل انفلاميشن في الكابيلاري بيزود الكابيلاري بيرميابيليتي، وما تزيد الكابيلاري بيرميابيليتي تبدا ترشح فلويد مع بلازما بروتين مع اميون سيلز، مع بعض الحالات نبدا نشوف كمان يحصل كروسنج للبكتيريا في الفلويد هنا في حالات الامبايما، وتعمل اكسيديتيف. ونيجي نبص عليه بعد ما نعمل الصورة سينتيسيس نلاقيه كلاودي. ليه ده كلير وده ليه كلاودي؟ لان هنا في انكريس للبروتين. ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل كروسنج للكابيلاري في الاكسيديتيف حاجه اسمها لاكتيت دي هيدروجينيز، لارج بروتين زي اللاكتيت دي هيدروجينيز. ونبدا نشوف اللاكتيت دي هيدروجينيز بهاي ليفل في البلورال افيوجن. الكيس بتاعت البلورال افيوجن هيجي لك بيشنت ممكن يقول لك على حسب البرزنتيشن فاريبل، على حسب الاماونت اوف فلويد اللي حصل له اكوموليشن. يعني ممكن بيشنت يجيب مايلد ديسنيا، ممكن بيشنت ما يبقاش عنده ديسنيا، ممكن بيشنت يكون عنده سيفير ديسنيا على حسب الفلويد اللي حصل له اكوموليشن. وممكن يقول لك ان بيشنت عنده ديسنيا يقول لك ان في ديكريز للبريس ساوند. ليه؟ لان اللنج هتلاقي صعوبه، اللنج اللي في المكان اللي فيه الافيوجن هيتلاقي صعوبه في ان يحصل لها اكسبانشن، فيقول لك ان في decrease للبريس ساوند. يقول لك انه من خلال البركشن، جينا نعمل بركشن قال لك لقينا فيه dullness. ايه سبب dullness؟ لانه فكره الطبله، الطبله ما يبقى فيها هوا ترن، الطبله اما يكون فيها فلويد ما ترنش، نسمع dullness او بالبركشن نلاقي فيه dullness سبب ان فيه فلويد. طب بالنسبه للتكتايل فريمتس، فرصه ان الفايبريشن بتاعت الصوت بتاع البريس ساوند تتنقل في خلال الهواء افضل من انها تتنقل من خلال فلويد، فيحصل ديكريز للتكتايل فريمتس. يبقى ديكريز للبريس ساوند مع ضلنس البركشن مع ديكريز للتكتايل فريمتس ويجيب لك اكس راي. الاكس راي الفلويد لان الافكت اوف جرافيتي هيخليه بالشكل ده، فيحصل اوبليتريشن للانجل دي اللي بنسميها كوستو، دي الكوست اللي هو الشست وول، وده الفرينك اللي هو الدافرام، حصل اوبليتريشن للكوستو فرينك انجل. ده كيس اوف بلورال افيوجن. يتبقى لي ايه؟ المانجمنت. قالك المانجمنت بتاعتك بتعتمد على ان انا اصلا اعرف الافيوجن ده سببه ترانسوديت ولا اكسوديت. عارف ازاي الاول انها ترانسوديت ولا اكسوديت؟ قال لك كرايتيريا اسمها لايتس كرايتيريا. اللايتس كرايتيريا ان انت هتعمل كومباريزون ما بين البلورال بروتين اقارنها بالسيرم بروتين، وكذلك
اللاكتيت ده هيدروجينيز اللي موجود في البلورة باللاكتيت ده هيدروجينيز اللي موجود في السيرم. عندنا رقمين لازم تكون عارفهم 0.5 و 0.6. وانا بشرح طالما فهمت الباثولوجي بتحصل ازاي قلت لك مين فيهم اللي بيبقى كلاودي، مين اللي فيهم بيبقى فيه مور بروتين، مين اللي فيهم بشوف معاه لاكتيت ده هيدروجينيز، الاجابه هو الاكسيديت. فلو قال لي اما اجي اقارن البلورا البروتين بالسيرم بروتين اكتر من نص، ده اول رقم مطلوب منك ان انت تعرفه، او البلورا لاكتيت ده هيدروجين بالسيرم لاكتيت ده هيدروجين اكتر من 0.6، او لو قال لك ان البلورا لاكتيت ده هيدروجينيز اكتر من 2/3 of upper limit of serum lactate dehydrogenase، فده اسمه oxidative pleural effusion. اقل من الارقام اللي انا شرحتها دي ده transudative pleural effusion. transudative pleural effusion اتسال عليه سؤال في الوورد، قال لك انه لو البيشنت عنده typical symptoms congestive heart failure وجالك pleural effusion فده غالبا transudate، وقال لك ان دي من الحالات اللي ممكن ما تعملش versor testing وتجرب الاول تاخد فرصتك انك تديله دايوريتك وتحسن بدايوريتك لان السبب الافوجن هنا هو الكونجستيف هارت فيلير. يبقى اللايتس كريتيريا حدد هو ترانسديت ولا اكسديت، ولو ترانسديت عالج السبب، عالج السبب. والاكسديت ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون مالجنسي، وبرضه من الحاجات اللي تعمل اكسديت البلورال افوجن هو البلمونري امبوليزم. ده اول حاجه ازاي اعرف انها ترانسديت ولا اكسديت. من ضمن الحاجات اللي عليها أسئلة سؤالين في الوورد، إنه 40% من النمونيا بتعمل إفيوجن. الإفيوجن البلورا إفيوجن ده بيكون إكسوديتيف. الإكسوديتيف اللي بيحصل مع البلورا إفيوجن بيقول عليه بارا نيمونيك بلورا إفيوجن. قال لك البارا نيمونيك بلورا إفيوجن ده ممكن يكون في ثلاث صور. اول حاجه وده الموست كومن انه يكون uncomplicated. تاني حاجه انه يكون complicated، وتالت حاجه اللي بنقول عليها embiema. قال لك الكلام ده يفرق معايا في ايه؟ قال لك لان المانجمنت هتختلف. uncomplicated مجرد ان انت هتدي انتيبايوتيك ويحصل ريزولف هيحصل ريزولف الاكسوديتيف بلورا افيوجن. لكن الكومبليكيتد والامبايما البكتيريا بتقدر يحصل لها كروسنج للبلورا افيوجن، وبقى فيه لوكيليشن موجوده في البلورا افيوجن بتخلي من الصعب ان الاكسوديت اللي اتكون ده ينفع معاه فقط الانتيبايوتيك، وبالتالي المانجمنت اختلف. احتاج مع الكومبليكيتد والامبايما احتاج شيست تيوب. عامل شيست تيوب ليه؟ لانه صعب ان يحصل ريزولف للاكسيديتيف افيوجن في الحاله الكومبليكيتد والامبايما، لان فيه لوكيليشن محتاج ان انا اعمل درينج بلس انتيبايوتيك، الدرينج من خلال شيست تيوب. طيب هعرف بقى ازاي في الكيس ان كانت uncomplicated ولا complicated ولا امبايما؟ انا زي ما قلت لك هنا سهلها على نفسك، احفظ بس رقمين نص 0.5 و0.6 في اللايتس كرايتيريا، واللايتس كرايتيريا بالمناسبه من الحاجات المطلوبه منهم في ستيب 1. هنا في البارا نيمونيك افيوجن اهم حاجه هو البي اتش او الرقم ده 7.2. لو البي اتش اوف بلورال افيوجن اقل من 7.2 معنى كده ان دي يا اما كومبليكيتد يا اما امبايما. معنى الكلام ده ان البكتيريا وصلت ولقت طريقها للافيوجن، معنى كده ان في بص موجود في البلورال افيوجن، معنى كده ان في بكتيريا بقت موجوده في البلورا، دي كومبليكيتد يا اما امبايما. يبقى الانكومبليكيتد البي اتش اكتر من 7.2، لكن الكومبليكيتد والامبايما اقل من 7.2. في حاجات تانية في حاجات تانية، بس انا بقول لك دي الاهم في الكوشن بانك. في حاجات تانية ان الجلوكوز هيبقى اقل من 60 ميلي جرام في الكومبليكيتد، لان في بكتيريا والبكتيريا بتكونسيوم جلوكوز، والوايت بيسيز هتبقى اكتر من 50,000. يبقى لنا بس حاجة واحدة،
انت بتقول ان الكومبليكيتد والامبايما البلورال فلويد اناليسس بالصورة سينتيزس هيبقوا زي بعض من حيث البي اتش والجلوكوز والبايت بيسيس. طيب هفرق ما بينهم ازاي؟ قال لك هفرق ما بينهم بالبلورال فلويد جرام ستين اند كلتشر. ان الكلتشر والجرام ستين هتبقى نيجاتيف في الكومبليكيتد وبوزيتيف في الامبايما. ليه؟ اذا كان انت لسه قايل ان البكتيريا هتوصل للبلورال فيوشن في الكومبليكيتد والامبايما، قال لك الفكره كلها في البكتيريال كاونت او البكتيريال لود. البكتيريال لود في الكومبليكيتد بيكون لو، ما هوش للدرجه ان انا اشوف بكتيريا في الجرام ستين اند كلتشر، لكن الامبايما البكتيريال كاونت بيكون هاي. لو عملت جرام ستين او جرام كلتشر هشوف بكتيريا في جرام ستين وكلتشر، لكن نيجاتيف في الكومبليكيتد زي ما نيجاتيف في الانكومبليكيتد. وبالتالي الحاجه اللي بفرق ما بينها ما بين الانكومبليكيتد والكومبليكيتد هو البلورال فلويد اناليسيس. اهم حاجه هو البي اتش، واهم حاجه ان انا افرق الكومبليكيتد من الامبايما هو جرام ستين وكلتشر، بتبقى بوست فقط في الامبايما بتعتمد على البكتيريا اللود البكتيريا الكاونت. بيبقى فيه هنا بكتيريا بس اللود او الكاونت ما يسمحش ان انت تشوف ستين او كلتشر. الاثنين دول محتاجين الى انتيبيوتيك مع الدرينج، لان الامبايما والكومبليكيتد بيكون فيه لوكيليشن محتاجه الى درينج. الانتيبيوتيك اونلي از نوت افكتيف. وكده خلصنا البلمونولوجي، وكل سنه وانتم طيبين، والمحاضره الجايه ان شاء الله هنبتدي اندوكرينولوجي. في حد عنده اي سؤال في البلمونولوجي؟